السلام عليكم، أنا أحمد هارون، مؤسس مجموعة أرك سبيس ومدرس قسم العمارة بكلية الهندسة الجامعة الحديثة MTI، وأتشرف بإن أنا أدير الندوة النهاردة، وأتشرف بالزملاء الأعزاء اللي حضروا معانا من كل مكان، وعلى رأسهم الزملاء المتحدثين يعني، ويعني دي بداية لسلسلة إن شاء الله يعني مختصة يعني احنا حاطين لها بلان ان هي 3 جلسات 3 ندوات بنناقش فيها التجارب والافكار الخاصه بالشباب والشباب المعماريين والمؤسسات اللي خاضوا تجارب او افكار خاصه بالمسابقات المعماريه الطلابيه. تمام، وبنبدا طبعا بجايونير من الناس المبادرين دائما في هذا المجال وفي مجال العمارة والتعليم، الأستاذ أحمد راشد مدير مركز الاستدامة فاروق الباز بالجامعة البريطانية، وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، وأستاذ العمارة بجامعة المنصورة. ويشرفنا إن هو هيبدأ الجلسة، بس أنا عايز أقول شوية قواعد. إن شاء الله الجلسة هتكون المتحدثين أولاً، كل متحدث دكتور من 10 دقائق ل 20 دقيقة، بعدين هنفتح المناقشة. تمام، اللي عايز من حضراتكم يسأل سؤال في رايز هاند يرفع ايده وانا بسجل، وان شاء الله يعني نستفيد كلنا وتبقى بداية. ونعدكم ان شاء الله الاسبوع القادم مبدئيا كده في مجموعة اخرى من المعماريين والشباب هيدخلوا ويشرحوا تجربتهم، وكلنا نستفيد ونتعلم مع بعض ان شاء الله رب العالمين. والكلمه الان مع الاستاذ الدكتور احمد راشد. منورنا يا دكتور احمد. ربنا يخليك يا دكتور احمد، وطبعا انا برحب بكل الناس الاعزاء اللي الواحد يعني بيلتقي بيهم. رمضان كريم للجميع، ومعانا طبعا اساتذه افاضل. انا شايف الدكتور ياسر عثمان، وفي شايف اساتذه كبيره يعني كلها على اعلى مستوى، وشايف شباب وطاقه، وده يمكن الاهم في هذا اللقاء. وفي زملاء اعزاء موجودين برضو في المملكه النهارده، كان بيتكلم المهندس اشرف عبد الغني. فطبعا الواحد يعني ايه يعني بتمنى ان الواحد هنحاول نبتدي افتتاح هذا الموضوع انه يكون يعني ايه، انا حضرت شويه وبعدين ارتبكت وبعدين قلت طيب انا ما حطيتني انت في مسابقه ان انا اول واحد ابتدي هذا الحوار، لكن ان هو في حد ذاته يكون ايه على مستوى الحدث والحديث والاحداث. يمكن انا بعد فتره كده من التفكير، يمكن في خلال الساعه ونص اللي هو بعد الفطار، انا ما فطرتش بسرعه، حضرت شويه سلايدز وحطيت فيديو بسرعه عشان انا كان يهمني فكر الشباب يبان وضعه ايه. فانا يمكن هشارك المجموعه بالسكرين اللي موجوده معايا، ما اعرفش واضحه كده هو ولا مش موجوده. الشير سكرين واضحه؟ بدات تظهر. تمام تمام، جميل جدا. طيب انا هبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كان العنوان اللي انا قلته مسابقات وسيناريوهات، ويمكن العالم كله النهارده عنده تحدي الكورونا، ان هو قاعد دلوقتي بيفكر، مش بيفكر بس موضوع السستينابيليتي كجلوبال تشانس، لكن هو النهارده التشالنجز اللي عنده هنعمل ايه بعد كده. العالم كله اللي احنا عايشين فيه حاطط دلوقتي التحديات بتاعه الامم المتحده 2030، وازاي ان هو هيعاد صياغتها للامور المتعدده اللي كانت موجوده. ويمكن اللي حصل برضو الاسبوع اللي فات ان انا كان عندي لقاء كنت مسميه سيفيلايزيشن ريزيلينس في 5 قارات، بس كان معايا الدكتور محمود محي الدين، وهو يعني حاليا ماسك الملف على مستوى الامم المتحده لموضوع 2030. الارتباك اللي العالم كله فيه قد يكون بالنسبه لنا في بعض الاحيان فايدة، وقد يكون بالنسبة لنا لو احنا ما وظفناش الفرصة نوع من انواع الخيابة. دايما الواحد بيقول ان احنا عندنا رياليتي، ممكن بالفيرتشواليتي هيطلع منها نيو رياليتي، ده اللي الواحد كان بيقول فيه في المرحلة السابقة. وده اللي الواحد دايما لما بيجي يفكر في موضوع المسابقات، لما انا مثلا انا فيها حوالي 10 مسابقات الواحد تعامل معاها، بس يمكن كانت اول مسابقة هي اللي خلتني غيرت تفكيري في الحياة كلها، كانت مسابقة اسمها جيروسلم جاست جيروسلم، كانت عن 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 السلام والقدس، وكانت عاملاها الام اي تي، وما كانتش الام اي تي بس، كانت معاها 7 دول بيحكموا،
وكانوا بيحاولوا ان هم يسالوا تساؤل لكل التخصصات ولكل العالم اقل من 25 سنه او 35 سنه فاكر، ان هم يحطوا تصورات لشكل القدس بعد 20-30، لا كانوا حاطينها من سنه 2007 ل 2050. ووقتها الشباب اللي دخلوا في هذه 4000 متسابق، دخلوا 4000 فريق من العالم كله، دول ممكن يكونوا النهارده القدس عاصمتها اسرائيل، عاصمه اسرائيل كانت جايه من مسابقات زي دي. مش عايز اقول اكتر من انك انت ممكن بالعلم والبحث العلمي تصل للي مش ممكن هتوصل له باي نوع، لانك انت بتجيش الجيوش وبتحضر الافكار وبتحضر المجتمعات. وعشان كده دايما الواحد لازم نبقى عارفين ان العلم والبحث العلمي والمسابقات والافكار دي ما هياش حاجه عبثيه، ولكن لازم يبقى ليها نوع من انواع، ما هياش جايزه، ما هياش تنافس محدود. لا، انت زي ما بتدي فكره وزي ما بتاخد جايزه انت بتولد افكار تانية لنفسك ولغيرك. هو ده كانت بدايه الفكره اللي الواحد بدا يتعامل معاها، ازاي بيبقى من خلال المسابقات يتولد بني ادم جديد. وعشان كده نعرف ان اليابان قايمة كلها، ولا كوريا، ولا حتى في الصين النهاردة قايمة على ازاي ان البني ادم يبقى عنده هذه القدرة، انه مش بس بيفكر، لا بيشوف اللي قبله فكر ازاي ويكمل الملفات بتاعته. انا دايما بتكلم على هرم اليابان اللي هو شيموزي بيراميد، اللي هم قالوا عايزين يبتدوا ينفذوه سنة 2110، سنة 2110، يعني قايلين ان هو 100 سنة، بس هو كل يوم تحدي ومسابقات ومشروعات تخرج وافكار ازاي ان هم في الاخر يوصلوا لسستينبل كوميونيتي في طوكيو باي، وشايفينه حل وحاطين في المسابقه بتاعتهم او تسابقهم فيه انهم بيتحدوا الحضاره بتاعت مصر. يقولوا لو حضاره مصر استمرت 5000 سنه، هم عايزين الحضاره بتاعتهم يبقى 55000 سنه. ولو هو في مبنى هرم، هم عاملين هرم حجمه قد 55 مرة حجم الهرم. لو حبيتوا تشوفوه مرة تعرفوا ازاي فكر المسابقات المتراكمة في جميع التخصصات ممكن يبقى مشروعات تخرج ودراسات وإلى غير ذلك. ده كان معانا بقى نرجع للأرض بتاعتنا. احنا عندنا رؤية 2030. انا حتى النهاردة مثلا داخل في مع اللجنة القومية لصون الطبيعة، وقلت احنا لازم نتكلم على رؤية ما بعد 2030، بيوند 2030، لان احنا 2030 اتدرست ما اتدرستش، اتقرت ما اتقرتش، اتقرت واتفهمت ما اتفهمتش. طب هل احنا وظفناها؟ طب هي لازم تدخل في المدخلات. يمكن الواحد دايما في كل مشروع او في كل مسابقة او حتى في رسالة ماجستير او دكتوراه بقول للطلاب حاول تقرأ 2030 دي، وحاول تبقى مقتنع انك لك حرف، لك كلمة، لك سطر بتضيفها ليها، لانها لن تتحقق الا بيننا كلنا في تخصصات متعددة. برضو اللي الحاجة اللي الواحد دايما كان بيتكلم فيها وهو بيتعامل، احنا عندنا ارض كانت صاحبة الحضارة، مش هننكر حضارة من اعظم الحضارات الانسانية، ولكن لم تعد تؤدي دورها اللي كانت انتجت به الحضارة. احنا عايشين على 5%، ما بقاش في مكان نتحرك فيه، فالخمسة في المية ما بقاش ينفع. فعشان كده احنا اصحاب حضارة، ولكن لازم نطلع 5% دي براها. معانا تحدي دلوقتي بقى اسمه تحدي المية، كنا متعودين ان المية دي مش قضية من القضايا، زائد تحديات الكلايمت تشينج. يمكن اليومين دول اكتشفنا ان المناخ انا قايلة لماما من قبل ما نيجي، انا قايلة لها من يوم الثلاث ان هي نيجي. طيب معلش، وان التحدي اللي ممكن يحصل نتيجة لتغير المناخ، في حاجات إيجابية حصلة إن المناخ بدأ يتحسن نتيجة لإيه؟ لقللنا سوء إدارتنا أو تعاملنا مع البيئة. يبقى إحنا عادة بنتكلم على عايزين تغير، عايزين تغيير، عايزين أفكار، عايزين انطلاقات، ولازم يبقى في سفينة نوح. سفينة نوح كان ليها سيناريوهات متعددة، كل واحد فينا لازم يفكر إنه هو يعني يبقى من أتباع سيدنا نوح في التعامل مع التحديات اللي معاه. المسابقات بتدي مساحات مش معتاد انك تلاقيها في حياتك العملية. المسابقات انت تستطيع انك تجمع فاروق الباز واحمد زويل وجمال حمدان ورؤية مصر 2030 واللي الدولة بتفكر فيه واللي علمه لك اساتذتك واللي انت اتعلمته من خبراتك،
تقدر ده كله يدخله أنت. هم مش هيجتمعوا مع بعض، عمرك ما هتقدر. أنت لو قعدت أي اتنين دكاترة من عندنا أنا وزميل ليا عشان نتفق على حاجة مش هيحصل، لكن ممكن بخلال المسابقة تاخد مني أنا كلمة، تاخد منه هو صوتي، تاخد منه رؤية، أنت تبقى منتج لسيناريو جديد برؤية جديدة. عايزين نركب عجلة الزمن، عايزين نتعلم من اللي حصل من زمان والأحداث، فنتفهم أن التاريخ بيديك مساحة لرؤية المستقبل. الكلام ده كله بتقدر تنتجه في خلال المسابقات. ممكن يبقى في مشروعات تخرج. أيام جامعة المنصورة كانت في مشروعات تخرج، كنا بنقول أن الصحراء عبارة عن مجموعة سيناريوهات، كنا دايماً وأبداً بنحاول نعمل عملية أن يطلع أفكار. يبقى كل طالب زي ما أنتم شايفين كده، كل طالب عنده مشروع التخرج بتاعه خاص بيه، عنده الذات، بس في وسط المحتوى الماتريكس. كنا بنقسم مصر لمحاور تنموية بتفاعل بمشروعات معمارية، فما ينفعش مشروع يتكرر مرتين. يبقى ده السيناريو. نيجي السنة اللي بعديه التحدي ان احنا نكمل على اللي عملناه، ما نعملش، ما نكررش ابدا مشروع اتعمل في سنة في سنة تانية. تتابع الامر كان بيسمح بعملية الانطلاقات. لما تركت جامعة المنصورة، ودايما الواحد بيقول ان الواحد ترك فيها جزء من حياته ولكن استمرت بعد كده وانا مش موجود، ان هم عندهم هذه الطاقة. بدأت في الجامعة البريطانية مركز، المركز ده كان اسمه استدامة ودراسات مستقبل. بدأت أستحضر التحديات ومن ناحية المسؤولية، وبدأت بأول مؤتمر كان اسمه المدن المتوسطة المستقبلية المستدامة. في المؤتمر ده كان في مسابقة، كانت المسابقة دي مع الناس العلماء الكتيرة اللي كانت موجودة، كانت بتختار ثلاث نقط من نقاط ممر التنمية والتعمير، كانت واحدة منهم اسكندرية، واحدة منهم القاهرة، واحدة منهم محور الأقصر، من الـ 12 محور اللي كان مقترحهم الدكتور فاروق الباز، وطلعت سيناريوهات متعددة، وكانت مسابقة يعني إيه منطلقة بأفكار تتعدى المألوف في 2010. 2010 الكلام ده كان ديسمبر 2010، أنا بتكلم على قبل حتى 2011 والثورة. الأفكار ده كان مثال منه. ده الدكتور مؤمن السوداني. النهاردة الدكتور مؤمن السوداني هو نفسه يتحمل لواء وانطلاقات وأفكار وطاقات يتعداني زمناً وأفضل مني ألف مرة، في أنه هو أصبح له فكر وأصبح له مدرسة. بس بدأ الكلام ده بفكر المسابقات، بدأ الكلام ده بالتحدي. المسابقة ساعدته أنه يصدق نفسه مرة واثنين وثلاثة وياخد الجائزة الأولى مرة واثنين وثلاثة، ويمكن المسابقة اللي أنتم شايفينها دي دليل على الفكر اللي حصل. حصلت بعد كده ان الواحد بدا يفكر في مسابقه الخروج، والخروج هنا ناس كانت كتيره بتحطها هو خروج من الوادي، ولكن دايما الواحد بيقول لولا خروج سيدنا محمد من مكه ما انتشرت الدعوه. الخروج ليه؟ لان احنا ما بقاش في مكان نعيش فيه، ما بقاش في مكان نموت فيه، عشان نروح من مكان لمكان بنحتاج مساحات ومسافات. ال 85% من اللي احنا عايشين فيه عشوائي زائد البوليوشن. الأفكار بتاعت الخروج نتج عنها 53 نقطة جديدة تتقبل سبل العيش. كل نقطة كان ليها احترامها وليها قيمتها وليها وضعها، ولو لاحظنا إن 40% منهم كانوا مركزين في قناة السويس في وقتها سنة 2010، سنة 2012 الفكر بتاعت المسابقة دي. فلما بدأنا نفكر إن إحنا نعمل مؤتمر تاني، وكنا مسميناه لما اتقالت إن هيبقى فيه مشروعات كبرى، قلنا لازم يبقى فيه استدامة المشروعات الكبرى. ألحقناها بمسابقة اسمها الأمل والعمل لبناء إنسان ومجتمعات قناة السويس، وكانت برعاية رئيس الوزراء، وكانت من خلال نقابة المهندسين المصرية. طلعت أفكار متعددة، حتى اللوجو بتاعها خليناها من خلال مسابقة، من خلال فكر، من خلال طاقة. وحاولنا نوظف الهرم الأخضر بصورة أو بأخرى، وهو لسه كان عبارة عن درافت في مرحله الأولانية. وكلنا على قناعة إن الحضارات الإنسانية دايماً بتتولد عن طريق أفكار ناس، عن طريق شعب. عشان كده حتى الواحد بيبقى دايماً بيتعارض مع اللي يقوله حضارة فرعونية، يقول حضارة مصرية قديمة تستمد قيمتها من علم المصريات، وحضارة شعب لا تنتسب للحاكم ولا الاسم فرد. هو دايماً الواحد بيبقى عنده فكر في الأفكار. دايماً في ناس انطلقت عن 20-30 المجموعات بديمقراطية العلم والبحث العلمي. مفيش فكرة 100% صح، مفيش فكرة 100% غلط، ولكن بالديمقراطية نقدر، ديمقراطية العلم، نختار وننتخب اللي يناسب المرحلة وفقا للتقنية. التقنية كل يوم بتقدم الجديد. يعني ممكن النهاردة يبقى عندنا تحدي ما، ثم التحدي ده لاختراع أو جهاز يتوجد يحل المشاكل. ده نموذج لمجموعة من الشباب دخلوا يمكن كل المسابقات، وهم مجموعة في المنصورة اللي اخترتهم، وقلت برضو اقترحت انهم يبقى في مرة من المرات
هم اللي بيتكلموا على المسابقات يتكلموا من وجهة نظرهم. دول دخلوا مسابقة الخروج ودخلوا مسابقة الأمل والعمل ودخلوا مسابقة البناء الحضارة اللي بناءه ودخلوا مسابقة الهرم الأخضر. وكانوا دايما وابدا عندهم دايما هذه الطريقه بتاعه الحوار ويستخدموها في التعليم ويتعلموا بيها ويطلعوا افكار كلها ذات قيمه بتخلينا واحنا بنروح في كل مكان بنحس ان الموضوع مكتمل. بداوا الناس تقول لك انت دايما بتفكر خارج الوادي، ابتدي فكر داخل الوادي، اخترت الاقصر وبدات افكر ودخلنا مع مجتمع مع محافظ الاقصر ان احنا عايزين نحافظ على حضارتنا بصوره او باخرى برضو بفكر المسابقات. انا دايما بقول ان فكر المسابقات هي وسيله مش هدف، وهي مش مسابقات دايما بتبقى يانا يمتى وننتحر علشان كل واحد ياخد الجائزة، لا هي أنا وإنت بتبقى نحن علشان نقدر نوصل بيها الأمر. وعملنا ثلاث مسابقات وأعلناها ثم لم تكتمل لأسباب كانت خارج على الإرادة، فتوجهنا بقى مع حوار مع أستاذنا الدكتور خالد الزهبي رئيس مركز بحوث البناء والإسكان، وكان على الهرم الأخضر وعلى اهتمام الشباب كله على انهم عايز ياخد ليد سيرتيفيكت. طب احنا عندنا الهرم الاخضر من سنه 2010 وهو موجود لكن لم يفعل، فاخترنا ان احنا نفعله من خلال مسابقه تساعدنا على ان احنا نتفهمه. كان في اختيارنا مبنى دور عباده. طب ليه مبنى دور عباده؟ قلنا لان مبنى دور العباده كل المجتمع يتعامل معاه، سواء مبنى ده كان كاتدرائيه او مسجد جامع او متحف قبط او يعني او مركز طبي مركز اسلامي او مركز قبطي او كنيسه او 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 جامع مسجد، لكن دايما وابدا انت عايز يبقى دائما وابدا يكون في اي مشروع مكان للعباده فيه، ويكون قدر الامكان مع مراعاه احتياجات المياه والطاقه يبقى فكر تطبيق الهرم الاخضر فيه قد يكون هو ده الانسب. طلعت أفكار متعددة، ويمكن النهاردة الشباب اللي هيتكلموا قد يتحدث فيهم حد عن مسابقة الهرم الأخضر وأفكاره اللي هو دخل فيها وتعامل معها للموضوع. ثم كان بعد كده التحدي اللي احنا دلوقتي انتهينا المرحلة الأولى منه اللي هو حقوق حضارة لبناء حضارة. بتدور على حقك في كل من يتربح من حضارتك في الخارج، بتدخل معاك ناس تتسابق تبحث عن هذا الحق المستحق علشان العائد بتاعه يعود على الحفاظ على الحضارة ويساعد في بناء الحضارة. كل اللي قلناه كان بناء حضارة، احنا عايزين يبقى في مجتمعات في الصحراء خارج الوادي تتقبل سبل العيش، نحققها ازاي؟ يبقى كل مسابقة من اللي احنا فكرنا فيها او بنطلع فيها اصبح ليها مريدين، اصبح ليها اتباع، اصبح ليها ناس هتفكر هتنطلق هتقدر هي نفسها في يوم من الايام تنفذ، سواء متحفي من فضلك او نيجاتيف ميوزيوم او سواء ان يبقى في اب. كل دي افكار كانت قوية جدا وقادرة انها تبقى لوحديها، ممكن تبقى ريادة أعمال، ممكن تبقى مستقبل، ممكن تبقى تطبيقات، ممكن تبقى أمور متعددة كده. اللي أنا عايز أقوله إن الموضوع مش individual، الموضوع دايماً هيبقى مجتمع، ولكن لازم كل فرد يحس إنه هو عنده قدرته وطاقته والفكرة الإبداعية هتتكامل مع آخرين، ويبقى زي ما في توجه من الدولة ومجهودات top down إحنا بنفكر bottom up، فنلتقي في زون هو ده اللي بيخلق الاستدامة، هو اللي ده اللي يخلق المستقبل. عشان كده المستقبل ده احنا لازم نحفره حفر، لازم يحصل عملية ان احنا يعني ايه ننحته. انا حاولت ان انا اقول الامور، ولكن هرجع اقول لما كنت في امريكا كان في المؤتمر بتاع ترانسبورتيشن كان في 60,000 واحد حاضر من مختلف الجنسيات، وجي الراجل السكرتي بتاع الترانسبورتيشن هناك اللي هو زي وزير النقل قال لك احنا ما فيش طريق بنختاره بنعمله في امريكا الا بنعمله من خلال المسابقات، سواء للمجتمع المستهدف او سواء للشركات او سواء للمؤسسات او سواء، لان ممكن تقنيه جديده تيجي او ممكن يبقى في فكره، او في الاول وفي الاخر الطريق ده بيتعمل عشان يخدم بشر ويوصله من مكان لمكان بطريقه توفر وقت وثمن ومجهود، فلازم يتاخد وقت نظر. اتصور ان احنا محتاجين في حاجات كتير نفكر إن فكر المسابقات هي وسيلة لازم يتحط له بنوك، وده جزء دلوقتي في المركز بنحاول نعمله إن إحنا يبقى عندنا الثيتر أو الديسيجن ميكينج سبورت لكل ما تم ما سبق، ونحاول نجمع مسابقات أخرى وطاقات أخرى وفي كثير منها لها الاحترام عشان في يوم من الأيام أهلنا ونقدر في الصحراء إن إحنا يبقى لينا هذا هي العمار اللي إحنا بنتمناه. أختار تجربة واحدة أو فيديو واحد لكثير من الفيديوهات والحاجات اللي موجودة عندي، دايماً بختاره لأنه هو كان في خلال الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده هو خمس
نتكلم على الحالة اللي كانت موجودة عندنا في وقت ما في قبل 2012. دي مشاكل متعددة كانت موجودة، بس هو في خلال دقيقتين ونص رصد كم المشاكل الكثير اللي انتم ممكن تشوفوها دلوقتي، والحمد لله في حاجات منها بتتحسن، ولكن لسه في حاجات منها نعاني منها. وفي نفس الوقت بدأ يحط في وقت ما كانش فيه الدستور موجود principles وأسس لعملية إزاي بقى عنده فكرة للخروج من المرحلة، ثم بعد كده حط الأفكار بتاعته بطريقة بسيطة. السبعة اللي اشتغلوا في هذا الموضوع ده كانوا لسه وقتها طلبة في سنة تالتة عمارة رايحين رابعة، وعملوا الفكر بتاعهم وعرضوه، وفي وسط 53 نقطة دول كانوا أكتر مجموعة حسيت إن اللي الواحد بيتمنى إنه يقوله لخصوه في الفيديو البسيط أو الفيلم البسيط ده، وأتصور إنه يستحق إن نسمعه وبعد كده أني الكلمة بتاعتي. وأتصور إن أنا في الوقت بتاعي لسه في 3 دقايق اللي أنا فضلالي مظبوطين كده. طبعا انا يعني تعجبت قدرتهم الهائله على ان هم رصدوا كل المشاكل اللي الواحد كان بيقول له الخروج ايه، لان كانت ميزه الخروج انها فيها فيزيكال رياليتي، يعني افكار بتطلع في المسابقه للحلول، وكان في حاجه اسمها السوشيال رياليتي القصه ازاي نبني البني ادم اللي ممكن يتحمل المسؤوليه. وهتلاقوا الصوره بتاعت الراجل ده كنت حطيتها أنا في السلايدز في الأولانية، هو ده عبارة عن مصر اللي عايزة تخرج من العباءة بتاعت الأعباء القديمة اللي تنطلق وتحتاج الشباب. فهم حطوا إن في خلال 35 سنة هيوصلوا لعشرين خمسين بالأفكار دي، وقسموها فترة فترات وحطوا المبادئ بتاعتهم، وده كانت القيمة في اللي هم قالوه في الحل بتاعهم ده، اللي طبعا مرة تانية بقول ايه كانت في حلول اخرى موازية ذات قيمة وكلها محتاجة في مرة تانية اعادة صياغة واعادة رؤية وتجميع لاجيال تانية تكمل عليها. ممكن ناس تكمل على الموضوع ده رسائل ماجستير ودكتوراه. احنا فاتحين في المركز لاي تواصل لمن يرغب ان هو يتعامل معنا ويكمل في هذا المشوار. ده الحل اللي هم كانوا مقترحينه وقتها. أتمنى أن أنا ما كنتش
يعني أثقلت عليكم في البرزنتيشن بتاعتي. وطبعا أنا دايما الثمانية اللي اشتركوا في الموضوع ده مع 400 شاب تانيين أنا بحس دايما بالتقصير، إن كنت أضعف من أنا أستطيع أن أنا أستكمل الحوارات اللي بدأناها، ولكن استكملنا حوارات تانية وقادرين إن شاء الله في يوم من الأيام. وده اللي أنا حطه دلوقتي المهمة الأولى، إن إحنا نحاول ندور على بدايات تساعد في مرحلة خارج النطاق. ويمكن الدكتور أحمد كان بيكلمني على إن الهرم الأخضر هنستكمله، إحنا متفقين إن إحنا نستكمله، ونستكمله في أحد النقاط اللي هي الأقصر اللي في ممر التنمية والتعمير بمبنى حقوق حضارة، عشان يبقى كل المنظومة اللي إحنا بنقولها دي في التحديات بتاعتنا نستعدها ونسترجعها في هذا التكامل فيها، ونسمح لنفسنا إن إحنا نفكر في الخيال، فلا نتعارض مع توجهات حالية بتنجز وبتنتج، ولكن إحنا نساعد إن إحنا نسبق الزمن شوية ونساعد الطلاب إنهم يتعلموا إنهم إزاي عندهم فكر السيناريوهات. وده يمكن المهمة بتاعتنا اللي بيتقال عليهم أصحاب العلم. أشكركم جزيلا. أشكرك يا دكتور أحمد. وشكرا جزيلا. أنا يعني فكر السيناريوهات ده يعني نتمنى أن يكون فيه موجود في مصر. دكتور أحمد راشد اتكلم بمنطق الأستاذ الجامعي وصاحب التجربة في إنشاء أكثر من مسابقة، وصاحب مبادرات كثيرة يعني ما شاء الله عليه. ولو قعدنا يعني لولا الوقت الضيق وكده كنا سيبنا الدكتور أحمد ساعة وساعتين، وهيملأهم فكر ومعرفة إن شاء الله. ونتمنى في السيشنز الجاية يبقى ليك كلمة يا دكتور أحمد يعني لو وقتك يسمح. ثاني حاجة أنا بس يعني الناس عمالة تبعت لي عشان إحنا الغرفة تمت 100 وده الليميت بتاعنا، الزملاء اللي مش هيقدروا يدخلوا على الروم بيم أريبيا مشيرين لايف على صفحة بيم أريبيا على الفيسبوك السيشن كله بالأسئلة بكل حاجة، وهيتسجل فيديو وهينزل على اليوتيوب عشان لو أي حد وصله أو عايز يبعت لزمايله. اللينك موجود في الشات لو حد عايز يشوف لايف على الفيسبوك، تمام؟ لأن هي الروم ماكسيمم 100. تاني حاجة بيم أريبيا وارك سبيس هيصدروا شهادات لكل الحضور في الروم هنا، فهيشيروا لحضراتكم في آخر السيشن جوجل فورم كده، كل واحد يملى بياناته بالإيميل والاسم والأفليشن وكده عشان يوصل لحضرتك شهادة الحضور بتاعت الندوة باي إيميل، تمام؟ دي نقطتين. دي أول نقطة تنظيمية، يعني أنا ملاحظ إن في زملاء من العراق وزملاء من الأردن وزملاء من السعودية بالإضافة لمصر، ويعني بنرحب بكم جميعا ويشرفنا وجودكم. والزملاء اللي طبعا اللي يعني بحكم ان انا اعرف اصدقاء منهم كتير يعني، بس انا جاي لي النهارده رسائل من الجزائر، رسائل من المغرب العربي، فايه مرحبا بكم جميعا. الفكره بتاعت المسابقات لما بنتكلم فيها بنتكلم ان يعني كان عنوان السيشن او الندوه او السلسله اللي هنعملها المسابقات تساوي الفرص. هل الفرص دي فرص بس للمؤسسات ولا الأفراد ولا الطلبة؟ وأول لحظة أول لقطة احنا خدناها المسابقات الطلابية عشان نشوف المردود بتاعها والأفكار بتاعتها، والأساتذة الجامعيين بيبصولها إزاي، والطلبة بيبصولها إزاي، والخريجين بيبصولها إزاي. تاني حاجة، هل المسابقات دي بتأثر في الطالب في سوق العمل لما بيطلع بتديله مهارات جديدة؟ هل بيستفيد خبرات غير الخبرات اللي بياخدها في الأكاديمية؟ هل الأساتذة نفسهم بيستفيدوا بالمشاركة بطلابهم؟ دي كلها تساؤلات بنحاول نطرحها، ودكتور أحمد راشد طرح من وجهة نظره كصانع مسابقة وكمحكم عضو لجنة التحكيم في أكثر من مسابقة محلية ودولية. يعني المتحدث اللي بعد كده المهندس محمد زكي، ومهندس معماري حديث تخرج، ومهندس في DMA، وشارك في أكثر من مسابقة وهو طالب ثم وهو مهندس الآن، فهو عنده تجربته، وإحنا بنحاول نجيب الموضوع من أكثر من زاوية، أو هنفضل في السلسلة دي نجيب الموضوع من كل الزوايا، وكل واحد يطرح زاويته وفكرته واللي استفاده واللي اتضايق منه وكل حاجة. الكلمة مع المهندس محمد زكي، واتفضل حضرتك. السلام عليكم. الأخبار جميعا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله.
أحب أشكر دكتور أحمد راشد على حضوره المشرف، وإننا اتعلمنا منه كتير، وكانت أول مسابقة تقريبا نخشها كانت الجرين بيراميد، وعلى كلام الدكتور إحنا فعلا استفدنا جامد من كل مسابقة. يعني اتعلمنا المسابقة دي إن كل فترة بنخش مسابقة لا بنستفيد منها حاجات جديدة، سواء مسابقات بقى دولية أو محلية. وكان دكتور أحمد من الناس اللي بثوا فينا الفكره اننا ازاي نتعلم وازاي نخش المسابقات ونبقى قلبنا جامد. يعني كانت اول مسابقه تقريبا وكنا خدنا المركز الاول في السيلفر، وان شاء الله المهندسه دارين هتحكي المسابقات اللي دخلناها واولها جرين بيراميد ان شاء الله. وبشكر الدكتور احمد هارون على الاستضافه الجميله ديت، واننا اركس بيس منصه اننا نتكلم عليها. واشكر باشمهندس عمر سليم على بيم اريبيا، واننا ودانا الفرصه اننا نتكلم. يعني ان شاء الله يعني هتكلم كده سريعا على ازاي ممكن ايه الحاجات اللي فيها بنعرف منها مسابقات، وازاي احنا كنا مثلا بتجربتنا ان ازاي بنبدا نعمل تيم، وازاي بنفكر، وازاي بنستخدم، يعني ازاي كسبنا يعني تجارب في برامج اننا استفدنا منها من يعني بسبب المسابقات. يعني هفتح البرزنتيشن. أظن البرزنتيشن كده بانت جميلة إن شاء الله. واضحة يا محمد، واضحة. احنا في الاول في كذا سايت او كذا يعني منظمه احنا يعني الواحد بيتابعها، بحيث انه بيلاقي على طول اول باول المسابقات. يعني لو احنا هنتكلم على مصر، فكان يعني دكتور احمد راشد على طول من الناس اللي الواحد ممكن يتابعهم ويلاقي على طول بينزل مسابقات، سواء بقى في حقوق حضاره، سواء في يعني ازاي يعني بنسترد حقوقنا من بره، والجرين بيراميد وغيرها من المسابقات اللي احنا بتفيد الطلاب في مصر والخريجين كمان. يعني انا اظن الجرين بيراميد ما كانش مهيئه للطلاب بس، يعني كان داخل فيها مكاتب معماريه ومكاتب خاصه يعني، ولجنه التنسيق الحضاري في مصر، واكاديميه البحث العلمي، وغيرها من المنظمات اللي في كل دوله اظن هيبقى فيها هي يعني بتدي منصه ان الناس تشارك فيها. في برضه من الحاجات يعني المواقع العالميه اللي بنلاقي عليها الكومبيتيشن بتنزل على طول، زي كومبيتيشن ارشي، دي من ضمن الحاجات اللي على طول بتنزل كومبيتيشن كل شويه ابديتد على طول. الارشي دايلي برضه بتنزل على طول تميز، ودي على يعني مستوى الشرق الاوسط والعالمي، بس يعني على طول بتنزل مسابقات، وسواء للخريجين او سواء للافكار الجديده اللي بتتعمل في الوطن العربي. في برضه اليانج اركتكت، بس ديت يعني مثلا المعماريين اللي كل سنه بينافسوا مين ياخد اليانج اركتكت بتاع السنه. وفي مؤسسات زي الاسلا، الامريكان سوسايتي لاندسكيب اركتكتشر، بتنزل كل سنه برضه ان ازاي مسابقات في لاندسكيب، والافلا والدبليو اي اف اللي هي المسابقات المعماريه اللي اتنفذت في ارض الواقع واللي لسه هتتنفذ، والاي اي اي. وفي موقع اللي هو زي ارك بازار، ده موقع برضه مسابقات بس كشغل. يعني انت بتخش مع ناس ومثلا بينزلوا كومبيتيشن مثلا تصميم حاجه معينه، والناس بتنافس بعض، ودي بتخلق روح ان الكلاينت او الحاجه، انك انت بتشوف كذا بروبوشن، ان بتشوف بتختار احسنهم وبتاخده يعني على اساسه. فدي كان اول حاجه اننا بندور بنشوف المنصات اللي هي بتطلق الكومبيتيشن، ونبدا ناخد منها حاجه ونشوفها ونقراها كويس ونبدا فيها. اول تاني حاجه اننا بنفكر ازاي نجمع تيم، يعني بنشوف التيم مثلا بيبقى اكتر معظمه ناس عايزه تشتغل، عايزه تنفذ حاجه، نفسها تتعلم حاجات جديده، حتى لو كان سكيلز قليله بس هي بتزود. يعني فعلا الكومبيتيشن ديت الواحد سكيلز في البرامج والتفكير زاد بسببها يعني، وخلاه يطلع على مشاريع ممكن ما كانش يخشها قبل كده ولا يخشها، يعني حاجات تعلميه اكتر. وبعدين بندير بقى ما بيننا وبين التيم مع بعض، اننا بنشوف المطلوب بالظبط مننا في المسابقه، بنقرا البي دي اف حته حته بالظبط، بنكتب زي التو دو ليست والحاجات اللي احنا محتاجينها، بحيث اننا
بنعمل المطلوب بالظبط اللي هم محتاجينه، التشالنج اللي هم طالبينها، التسليمات اللي محتاجينها بالظبط. ودي اهم حاجه في المسابقه، انك انت بتشوف الاهتمام اللي هم طالبينه وبتعمل على اساسه، بتعمل الاناليسيس اللي هتساعدك في المشروع، انك انت بتجتمع مع التيم بتاعك وتبداوا تعرضوا افكاركم وتوصلوا لفكره معينه شايفينها لمين وتطلعوا. وافضل حاجه انك تطلع اوت اوف ذا بوكس، ان من يعني معظم الناس كلها بتفكر اكيد نفس البعض، فاللي بيكون فكرته مميزه هو اللي عامه بيكسب. وبعدين بنعمل زي بلان بنمشي عليه بجدول معين، اننا التسليمه دي في الاسبوع دوت تبقى كذا بالوقت كذا، بحيث انك انت بتدير التسليمه عامله ازاي. الحاجات اللي يعني بنبدا فيها كاي مسابقه بنخشها، اول حاجه بنشوف السايت اناليسيس، بنشوف الموقع رؤيته من حوالين المكان. انت الواحد لو مكان يعرف تزوره بتعرف تزوره، وتشوف وتحس بالفراغ وتحس بالرؤيه اللي موجوده في المكان. في برامج دلوقتي ممكن تغنيك شويه عن انك تزور المكان زي جوجل ايرث، بتشوف الطرق وازاي هتوصل للمكان وازاي هتستغل المحيط بتاعها، المناخ وازاي هتعمل حاجه حراريه مناخيه كويسه، لو في لاندسكيب او حاجات حوالين المكان ازاي تستفيد منها وبتزودها. وخاصه اننا محتاجين ان الفتره ديت بنخلق سوشيال، يعني هيبقى سوشيال ديستانس، يعني ازاي الناس كلها تتجمع، بس ما يعني لما يحصل مشكله زي ديت ما يحصلش زي وباء ينتشر. المكان بندرسه كويس، نوع التربه، لو في اماكن ازعاج او حاجه زي كده، ازاي اي حاجه ضعيفه في المكان بنقللها. المحيط بتاعك من ناحيه الجيران، ولو في مباني حواليك او مثلا محددات طبيعيه زي لو قدامك نهر بحر صحراء، لو في المكان دوت تايم لاين تاريخي، بتبدا ازاي تنسباير منه انك هتطور حاجه، زي مثلا زي مصر مثلا تاريخيا كانت عامله ازاي، فانت بتنسباير وتطور عليه. الاربن فابريك بتاع المكان، وده مهم جدا، انك انت ازاي يعني بتخلق حاجه جديده بس ماشيه متماشيه مع المكان. اللاند يوز ازاي هترفع قيمه الكومبيتيشن ديت، هترفع قيمه المكان لو اتنفذت، ارتفاعات المباني، انواع الماتيريال بتاعتها، المواصلات اللي هتوصل للمكان دوت، سواء بقى المواصلات الحديثه اللي بتتخلق. سوشيال اناليسيس، ودي اهم حاجه من الحاجات الاناليسيس، انك ازاي المشروع اللي انت هتعمله ما يكونش طارد للناس، انت بتجذب الناس، هم اللي بيحموا، هم اللي بيحافظوا عليه، هم اللي بيخليهم في المكان، وهم اللي يعني هم اللي شغالين فيه وبيطوروه وبيحافظوا عليه. واكيد بتوصل في الاخر على نهايه سوات اناليسيس. سوات اناليسيس دي بتوديك على حاجات على حاجات محدده للكونسبت بتاعك، الكونسبت بتاعك. تاني حاجه بعد سايت اناليسيس بنشوف الزوننج ريفيو، اللي احنا بنقعد نشوف نعمل الزوننج بتاعنا وازاي نخلق في المشروع الحاجات اللي احنا المطلوبه مننا. بنخلق بروجرام، نشوف البروجرام اللي محتاجينه وازاي هيعدي عدد اليوزرز واستخداماتهم. بتوصل بعدها للكونسبت، اننا عندنا كونسبت بدا يتخلق بعد الحاجات ديت، بعد المحددات دي كلها. وبتيجي للسيستماتيك ديزاين، مبدئيا كده خلاص بدانا نرسى على ديزاين معين وبنطور على الديزاين دوت، وبعدين نوصل للفاينل اللي هيبدا يتعمل له برزنتيشن. وان شاء الله في يعني انا هحكي شويه ان ازاي مثلا نطور بسرعه في السكيلز، او يعني البرامج اللي احنا ممكن نستخدمها بسرعه انها تطورنا، يعني تساعدنا بسرعه اننا نطلع اوتبوت كويس. يعني كدروينج، يعني الاوتوكاد بيسرع ايدك انك ترسم. في البرزنتيشن 2 دي، سواء بتعمل اناليسيز انفيرومنتال او الطرق او غيره بالفوتوشوب، بتجمع البانر كله بالانديزاين، وهذكر امثله ان شاء الله بعد السلايد ديت. الاستيليتور ممكن سهل جدا انك انت تعمل حاجه ايزومتريك وتلونها وتعمل اناليسيز بمسارات كويسه. بتيجي عند نقطه ال 3D موديلنج، تستخدم اي موديل انت بتعرف تطلع منه اوتبوت، مش لازم يعني في ناس مش هتقدر تختار كذا حاجه، انت لو 3D ماكس، سكتش اب، راينو، ريفيت، اي حاجه تعرف تطلع منها اوتبوت. والاسهل في الريندرنج، او اللي يطلع حاجه كويسه بتتقدم،
ممكن اللومين او توين موشن، وهبشرح ازاي ان بنعمل يعني نربط ما بين برنامجين مع بعض بحيث انك انت بتعدل في حاجه وتشوفه ريال تايم بترندر جنبك. يعني مثلا البرزنتيشن اللي قدامنا ديت، مثلا السكشن الموجود في النص دوت، ده ممكن يتعمل بكذا برنامج. يعني ممكن يتبني الموديل بال 3 دي ماكس او السكتش اب او الريفيت ويتعمل سكشن فيه، وبعدين الالوان والحاجات اللي في الماتيريال دي كلها بوست برودكشن بالفوتوشوب، ويضاف عليها شويه بني ادمين وشويه شجر، كل ده بالفوتوشوب بيتعمل. يعني يبقى السكشن ممكن يكون ابيض ويتحول مره واحده بالفوتوشوب بوست برودكشن، حاجات بسيطه جدا يعني ببرش. وان شاء الله لو كان ممكن انزل فيديوهات بتساعد على الموضوع دوت. ممكن باللوميون انك انت بتنزل الموديل وفي حاجه اسمها سلايس، بتقطع المبنى لسكشن بترندره، وبعدين تبدا بقى تعمله بوست برودكشن. الايزومتريك الاناليسيس اللي في شايفينه مثلا في البانر دوت، مثلا تلاقي حاجات على اليمين ايزومتريك كده، دي سهل جدا انك تعملها بالفوتوشوب وبعدين تنزل منها حاجات بالانديزاين فتبان لك وتلونها بحاجات بسيطه، فانت بتبين مثلا المسارات عامله ازاي، الفراغات. يعني اول حاجه مثلا دي ده امثله شويه عن اللوميون او ايه الحاجات اللي موجوده فيه. انت ممكن تعمل ما بين السكتش اب واللوميون زي بلوجن بسيط جدا بينزل فري، انك انت وانت شغال على السكتش اب بتشوف ازاي في اللوميون بيبان لك الموديل. يعني انت وانت شغال بتحط الشجر، بتحط الاضاءه، بتحط كل حاجه، وكل حاجات جاهزه، يعني الاضاءات جاهزه والشجر جاهز، وهي مليانه مكتبه لاندسكيب عاليه جدا، ومكتبه عربيات ومكتبه ناس، وبتطلع ريندرنج عالي جدا زي الصوره اللي في النص، او بتطلع سكتشنج. يعني انت عايز تطلع سكتشنج ابيض واسود، سكتشنج الوان. موضوع السلايس اللي هو بيقطع في اللوميون، يعني في صوره كده اللي هي جاي فيها جرين كده بيقطع المبنى، وده ممكن برضو ان شاء الله ادوره على فيديوهات ونرفقها في الفيديو دوت، بحيث ان اللي عايز يخش يشوف الطرق بتعمل ازاي. في برنامج تاني كويس اسمه توين موشن. توين موشن دوت برضو نفس فكره اللوميون ريال تايم، بيرندر الموديل على طول، زي يعني بتبقى انت شغال على السكتش اب وفاتح التوين موشن ومتصل بينهم، وانت شغال على السكتش اب بتبني الموديل وحاطط اللاندسكيب وكل حاجه على التوين موشن وشغال عادي. ميزه التوين موشن غير انه في ماتريالات برضو وناس وممكن تلاقي فيها ناس اكتر كمان من اللوميون، انك انت انه يطلع في ار بسهوله جدا، اسرع بكتير من يعني هو الشركه اللي عاملاه شركه الانريل انجن، هي برضو يعني شركه العاب وهي بتعمل في ار، فهو سهل انك تطلع اوت بوت في ار منه بسهوله وبسرعه، وخاصه في 2021 اللي نازل جديد عاملين خاصيه انك انت لو ترندر في ار وتاخدها على الموبايل والناس تتفرج عليه. وفي برضه ميزه جديده انك انت ممكن التوصيلات اللي جوه الحيطه زي الكهرباء والحاجات ديت بتبان لك في الريندر. يعني لو انت محتاج، او يعني مثلا زي الانفراستراكشر، لو احنا هنتكلم عن مدينه مثلا، فانفراستراكشر موجود تحت المدينه، فانت عايز تبين مثلا المواسير بتاعت الصرف الصحي ماشيه ازاي. نعم اتفضل دقيقتين. تمام. السكتش اب ممكن نطلع منه اوت بوت زي السكتشنج واناليسيس، سواء شادو او اضاءات، وفي اكستنشن كتيره جدا والموديلات بتاعته كتيره جدا. الفوتوشوب ممكن يستخدم ك كطريقه اناليسيس للعربيات وللناس وتلون منه وتعمل بوست برودكشن. وفي حاجه فيه اسمه كاميرا رو، ده بيظبط الاضاءه منه بسرعه جدا. الانديزاين هو من اللي متخصص زي المجلات والبانرات، هو سهل جدا انك تصمم البانر عليه وتحط يعني دراج عليه كل الصور اللي انت عايزها باقل مساحه ممكنه ويطلع بكواليتي نظيفه كده. شكرا. يعني حاجه بسرعه عن البرامج اللي ممكن تستخدمها وتتعلمها وانت شغال في المسابقه. والمسابقات بصفة عامة انها بتخلي الواحد يعني يتعلم سكيلز جديدة، بعيد عن البرامج، يعني ان سوشيال مع الناس وانك انك بتلف وتطلع معلومات جديدة ما كنتش لسه تعرفها. يعني نشكرك يا باشمهندس محمد. هو باشمهندس محمد دخل فيكم على طول في الابليكيشنز، بس هو باشمهندس محمد
كان التايتل بتاع المحاضرة بتاعته الكمبيوتر سكيلز اللي ممكن الستيودنت يكتسبوها أثناء المسابقة من وجهة نظره كطالب، ثم بعد كده لما التحق بشركة كبيرة زي دي ام اي، وفي نفس الوقت هو شايف ان الطلبة محتاجين يتعلموا مجموعة البرامج دي، وفي معظم البرامج الأكاديمية يعني والجامعات ما بيبقاش متاح دايما الكورسات البرامج دي. طبعا كل واحد بيتكلم بلغته وبيتكلم بلغة جيله، يعني باشمهندس محمد من الجيل الشباب يعني واللي هو مطلع على البرامج اكتر مننا. احنا بنحاول برضه يا جماعه، عشان يعني انا عارف ان الحضور منوع ما بين اساتذه وما بين طلاب وما بين باحثين، بنحاول نغطي نقاط النهارده، النقاط اللي هتتغطى في الندوه ديت، وهنبقى النقاط ان شاء الله في ندوات اخرى. النقطه اللي هي فكره صناعه المسابقه، ودي كان او كما سماها استاذنا الدكتور احمد راشد مسابقات والسيناريوهات، دي ان ممكن اي مؤسسه او اي شخص يبدا يصنع مسابقه وتتحول المسابقه مش للمسابقه نفسها، لا لفكره، والفكره يعني تشارك فيها المجموعات وتشارك فيها المؤسسات عشان فيجن اكبر. باشمهندس محمد طرح فكره المهارات، مهارات الكمبيوتر اللي ممكن الطالب يتعلمها، واحنا بنركز دلوقتي على الستودنت كومبيتيشن، واحنا بعد كده ممكن ننتقل لندوه بعد كده ان شاء الله عن الاركتكتشر كومبيتيشن اساسا وفكرتها عامه. بالنسبه للبشمهندسه دارين والبشمهندس محمد والبشمهندسه ايه، هم كانوا تيم اثناء ما هم كانوا طلاب، وكل واحد منهم دلوقتي بيعمل ويشتغل في مكان تاني وفي بعض الاماكن في دوله تانيه يعني. ف هم بيشرحوا تجربتهم، وزي ما قلنا الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى فيه فرق تانية، واللي يحب من حضراتكم يشارك أو يتكلم بكلمة هيبقى في الجوجل فورم إن شاء الله خانة كده للملاحظات، نرجو المنسق بتاع الإيفنت يضيفها، اللي عايز يتواصل معانا ويبقى أحد المتحدثين أو يعرض حاجة يبلغنا برضو عشان نستعين به في السيشن القادمة إن شاء الله رب العالمين. باشمهندسة دارين طارق هي باحثة في جامعة القاهرة ومعيدة بجامعة مصر وبالمعهد العالي للهندسة، معهد القاهرة العالي للهندسة. هي هتشرح مجموعة مشروعات ومسابقات وإيه كان فكرة التعامل وجوائز تم الفوز بيها من خلال تجربتها كطالبة ثم دلوقتي كباحثة في جامعة القاهرة. اتفضلي يا باشمهندسة دارين. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. عليكم السلام. يا رب رمضان كريم عليكم. طبعا يعني هو باشمهندس محمد شكر كل الناس، عشان انا مش هعرف يعني مش هضيف اي حاجة على باشمهندس قالها ما شاء الله يعني. انا سريعا كده هشرح، يعني هقول لكم سريعا على اللي انا هقوله. انا سريعا هشرح المشروعين من المشاريع اللي فازوا بجوائز هنا في مصر، واولهم هيبقى مشروع جي بي ار اس، وده كان مشروع احنا كنا داخلينه تبع الجامعة البريطانية وتبع مركز فاروق الباز. ده المشروع ده كان من اول المشاريع اللي كنا دخلناها في المؤقت. ثانيه انا همشير سكرين بس لل تمام. مشروع الجرين بيراميدز ده كان من اول المشاريع اللي كنا دخلنا بيها في مسابقه. ده كنا داخلينه واحنا في سنه تانية تقريبا، سنه او سمستر 2 في سنه اولى. كان بدايته اصلا ان كان دكتور احمد راشد كان بيدي عندنا ندوه في الكليه، مشكورا طبعا هو اعلن عن المسابقه دي. وساعتها احنا ابتدينا نجمع تيم وابتدينا نقول ان احنا يعني هنشارك او هنبتدي نخش المسابقه. طبعا يعني كان عليها قصه كبيره جدا المسابقه دي، او كان الستوري بيهايند ان احنا نخش المسابقه دي كان قصه كبيره جدا، لان كان كنا داخلين بتيمز كتيره، وساعتها حصل يعني مشكله، وان التيمز في الاخر ابتدينا نركز ان هم ان احنا ده بس التيم اللي احنا ابتدينا نجمعه. ولازم طبعا يعني اشكر كل اعضاء التيم، وابانو فايز ومحمد عماره ومنيره وايه ورنا وفاطمه ومحمد عبد العظيم ومحمد زكي طبعا.
ودكتور، وكان معانا دكتور اشرف كان بيشرف علينا، دكتور عادل نبيل. المسابقة دي كانت مطروحة لطلبة والمهندسين والشركات والمكاتب. احنا اول ما نزلت المسابقة اول حاجة ابتدينا نعملها ان احنا نجيب الكراسة بتاعت يعني البي دي اف اللي كان نازل للمسابقة دي عشان خاطر نشوف ايه هي شروط المسابقة وايه هي شروط الالتحاق بيها وايه هي الحاجات اوريدي اللي كانت مطلوبة في المسابقة دي، او ايه هي الحاجات اللي هم الكريتيريا اللي هيقوم من عليها التقييم. وتو بي اونست هي دي كانت اهم بوينت موجوده في المسابقه دي، ان احنا كنا بنركز قوي على بالظبط ايه اللي كان مطلوب، وهو ده بالظبط اللي احنا كنا بنعمله في المسابقه دي. كان المفروض كل فريق هو اللي بيقيم نفسه، يعني كل فريق هو اللي بيقول هو هيبقى في السيلفر ولا هيبقى في الجولد ولا هيبقى في البلاتينيوم. فلازم كان الريتنج اللي احنا هنعمله لنفسه لازم يبقى اونست، ولازم كنا نبقى صادقين في الريتنج اللي احنا كنا بنعمله. احنا اول ما ابتدينا البروجكت ابتدينا الاول ندور طب احنا نعمله فين، طب هو دار عباده، طب احنا هناخد مسجد، طب هنبتدي نحط المسجد بتاعنا ده فين، طب اصلا ايه هي المناطق اللي محتاجه، طب ايه هي مش المناطق اللي محتاجه. ابتدينا صدفه لقينا ان في اسوان كان في لسه طالع مدينه جديده او يعني قريه جديده اسمها كركر. كركر دي كانت بينقلوا فيها اهالي النوبه علشان خاطر التهجير والقصة اللي كانت حاصلة عندهم. يعني صدفة كنا بنقرأ على اللي حصل، يعني على اللي حصل في الفترة دي. فمن هنا ابتدينا ننقي اللوكيشن اللي احنا نشتغل عليه. بعد ما نقينا اللوكيشن، هي باختصار المسابقة دي كانت بتتكلم مينلي على السستينابيليتي، او ان احنا هي ما يعني هو الجي بي ار اس اصلا عبارة عن نظام ريتنج سيستم زي الليد بس بالمواصفات المصرية. وهي كان جروب النظام ده لسه، فابتدنا احنا نشغل ايه الحاجات اللي هتمشي هناك، طب ايه هي الماتيريالز اللي ممكن تبقى موجودة هناك، علشان خاطر كان في من البنود كان في بنود بند مهم جدا ان الماتيريالز اللي احنا هنستخدمها لازم تبقى موجودة هناك في المنطقة. وابتدينا ندرس أكتر الناس محتاجين إيه، طب إيه هي الكرافتس اللي بيعملوها، طيب الماتيريالز الموجودة هناك إيه، طب هم احتياجاتهم إيه، طب هيحتاجوا المسجد في أنهي مكان. ابتدينا نعمل أناليسز أكتر عن المكان اللي هناك، وعن أنهي مكان بالضبط اللي هيبقى محتاجين فيه المسجد، طب هم الكسرة السكان دي موجودة فين. فده كله كان عبارة عن استبيانات بنبتدي نبعتها للناس، وابتدي يعني الناس اللي هناك اللي ساكنين في المنطقه عشان نجمع منهم اكبر قدر من المعلومات. احنا طبعا ما قدرناش ان احنا نسافر لحد اسوان، بس ابتدينا نجمع مجموعه كبيره من الفيديوز ومن الانترفيوز اللي كانت معموله مع الناس هناك. واحنا ابتدينا اوريدي نبعت لناس هناك برضو بحيث ان احنا نعرف هم كان رايهم ايه هناك في المنطقه، رايهم ايه اوريدي في المساجد اللي كانت موجوده هناك. طب ابتدينا بقى ندرس اكتر، طب هل هم هيتقبلوا فكره السستينابيليتي او فكره ان هم يبقى عندهم مبنى مستدام ولا لا. طب ليه اصلا احنا لما دايما بنقول كلمه مبنى مستدام بيجي في دماغنا حاجه هاي تكنولوجي وان لازم يبقى مصروف فيها ملايين الجنيهات وحاجه يعني ما حصلتش، طب احنا ليه ما نستخدمش الماتيريالز اصلا الموجوده هناك. فاحنا فعلا ابتدينا ده اللي احنا كنا بنبتدي نعمله في البروجكت، ان احنا بنتكلم اكتر هو ايه هي الماتيريالز اللي كانت موجوده هناك وهي دي اللي ابتدينا نستخدمها. طب هم بيحبوا شكل الفراغ او الفراغ المريح لعينيهم هناك او اللي هم واخدين عليه عشان ما يبقوش خايفين من فكره ان هو يبقى ديزاين مختلف عن البيئه بتاعتهم. فابتدينا برضو نفكر طب الديزاين هيكون ايه، طب هيبقى شكله عامل ازاي، فبرضو من وجهة نظر الناس اللي هيبقوا عايشين في هناك. بعد كده ابتدينا نخش بقى في تفاصيل، طب احنا المسجد من اكتر الاماكن اللي بتستهلك فيها المية، فهنبتدي نعمل ايه في الموضوع ده. فابتدينا نعمل برضو ندور على طرق واساليب ما تبقاش مكلفة قوي علشان خاطر لو دي حاجة ينفع ان هي فعلا تتنفذ نقدر ننفذها. فابتدينا ندور على طرق وطريقة تنقية مية، وابتدينا نحط طرق كتيرة لتنقية المية ونحط alternatives اصلا للطرق دي. كذلك موضوع الكهرباء وان احنا ازاي نكتسب من يعني ازاي نطلع كهرباء من الرياح ومن من الأشعة الشمس اللي موجودة. وده كله كان مبني على السبيسز اللي بنحطها في المسجد، وطبعا التوجيهات والكلام ده كله كنا ابتدينا
ناخد بالنا. بعدها ابتدينا احنا نضيف شويه حاجات. طب هيبقى ايه مشكله لو احنا ابتدينا نضيف حاجات للدوم؟ فابتدينا نشتغل ان الدوم نفسها ممكن نبتدي نضيف فيها زي توربينز كده صغيره تبقى بتلف في اتجاه الرياح اللي جايه فتبتدي تولد لي كهرباء، كذلك في المأذنه. فابتدينا نزود شويه حاجات ما تبانش في المسجد ان هي حاجات كبيره، بس في نفس الوقت هي بت 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 بتقدم لي يعني الخدمه اللي انا عاوزها. صور ولا البوستر بس؟ لا البوستر بس. تمام. ده كده بس كان سريعا على مسابقه الجي بي ار اس. انا هحاول يعني هعرض لكم مشروع تاني، وده كان مسابقه في جامعه الزقازيق. دي كان تطوير حرم الجامعه، ودي كنا داخلينها برضو واحنا طلبه في الكليه. ده كان اول جزء في المسابقه. دي كانت مسابقه تبع جامعه الزقازيق، وهم كانوا طرحين المسابقه دي انهم عايزين يعملوا تطوير للكامبس بتاع الجامعه. برضو احنا ابتدينا نركز على السيركيليشن بتاعه الطلبه، ومين هم اصلا اليوزرز اللي عندنا. طب ايه هم يعني هو مينلي المسابقات لما بنبتدي نشتغل فيها احنا بنركز اول حاجه نمبر 1 اليوزرز اللي عندنا ايه واحتياجاتهم ايه. فلما بنيجي نبتدي نوظف الحاجات اللي عندنا بنبتدي نشتغل على الاناليسز. هو في حد عايز يسال حاجه؟ اتفضلي كملي الاسئله في الاخر. تمام. ده كان الكامبس بتاع جامعه. الصوت إيه؟ بعيد شويه. الصوت بعيد شويه كده. واضح؟ ايه كده احسن. تمام. ده كان الكامبس بتاع جامعة الزقازيق، وبرده هو كان مطروح مسابقة وكان داخل معانا جامعات كتير. بس برده أحب الأول أقول التيم اللي كان شغال في المسابقة دي كان باشمهندس محمد زكي، باشمهندسة تقى، وباشمهندسة فاطمة. المسابقة دي كانت واحنا في سنة رابعة عمارة. دي كانت المسابقة دي كانت مقسومة لجزئين. الجزء الأولاني كان كله بس أناليسز، وإن إحنا بندرس الجامعة والكامبس وإيه البيلدينجز اللي هناك والسيركيليشن عاملة إزاي، كل الدراسات اللي ليها علاقة هناك بالكامبس بتاع الجامعة. وبعدين ابتدينا بعد ما عملنا مرحلة الدراسة، ده أخدت تقريبا 3 شهور، ابتدينا نخش بقى على المرحلة اللي بعدها وهي كانت مرحلة الديزاين. فخلينا بقى الأول نتكلم في مرحلة الاناليسز. الاناليسز احنا ابتدينا الأول ننزل، ونزلنا هناك صورنا وابتدينا نسأل الطلبة اللي هناك، وعملنا استبيان على الانترنت عشان نعرف هم ايه، يعني ايه اللي هم بيحبوه، ايه اللي هم بيحبوه، طب ايه اللي ناقص، طب ايه هي اصلا السبيسز او ايه هي الزونز اللي كانت موجودة هناك علشان نقدر من على اساسها نعمل الزونينج للمشروع بتاعنا. ابتدى البروجكت عندنا يتقسم لكذا بوينت. واحد، ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعت العربيات لان هما كان بيخش جوه الكامبس عربيات. 2، ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعت البيدسترينز كلهم، سواء بقى طلبه، دكاتره، عاملين، كل اللي كان موجودين ابتدينا نقسم السيركيليشن بتاعهم. وبعدين ابتدينا نوقع كل البيلدينجز الموجوده. ألو أنا بس ولا هو كلنا؟ كلكم سامعين كده؟ حضراتكم سامعين؟ سامعك انت؟ باشمهندسة دارينا عندها النت وقع. طيب حضراتكم سامعيني؟ الحضور سامعيننا؟ حد يكتب كده على الشاشة؟ سامعينك يا دكتور. تمام يا دكتور باشمهندس. طيب باشمهندسة آية، لحين عودة الباشمهندسة دارين، موجودة باشمهندسة آية؟ تمام انا موجودة. طيب لحين عودة الإرسال باشمهندسة دارين، المتحدث الرابع عندنا النهاردة الباشمهندسة آية المليجي، وهي باحثة في جامعة أنهالت في ألمانيا، وباحثة في جامعة القاهرة، وكانت في ومعيدة بجامعة ماست، تمام، جامعة أكتوبر بقسم العمارة،
وكانت من ضمن الفريق اللي شارك مع يعني الباشمهندسة دارين وباشمهندسة محمد وباشمهندسة آية. هم كانوا أيام ما كانوا طلاب، هي عندها التجربة المختلفة، هي كانت طالبة فبتشارك معاهم ثم معيد عليهم، فشاركت في دور السوبرفايزور والستيودنت، وحاليا هي ما شاء الله عليها بتكمل دراساتها العليا في ألمانيا. بنرحب بحضرتك، وهي التوك بتاعتها هتبقى عن الليرند ليسون اللي استفادتها هي او فريقها من المسابقات. تمام، هي الفكره بس ان باشمهندس دارين عامله شير سكرين، فاحنا مش عارف هنقدر نقفل الشير سكرين. لا انا يعني انا عملت شير سكرين من عندي فكده قفل عندها. تمام، لا هو مش ظاهر الشير بتاعك يا باشمهندس. اشرف او باشمهندس ظهر دلوقتي. ظهر يا دكتور. ظهر يبقى متاخر عندنا. طيب الكلمه للبشمهندسه ايه، ولو قدرنا نتواصل مع البشمهندسه دارين هتواصل معاها هاتفيا، وبعد كده هنفتح الاسئله. اللي عايز يسال يرفع رايز هاند يعني، وهنكتب بالترتيب وهندي الكلمات لحضراتكم، وما تقلقوش الفورم هينزل في اخر السيشن، يعني هينزل لكل اللي حضر ان شاء الله هتنزل الشهادات، وفي نفس الوقت هنتلقى اقتراحات حضراتكم للسيشن الجايه ان شاء الله قبل ما نقفل، يعني لان انا في ناس كتير عماله تبعت لي عايزين موضوع كذا، عايزين نتكلم عن المسابقات الرسميه للمعماريين يعني، وكل كلام حضراتكم مقدر، وان شاء الله هنحاول نستجيب لكل الافكار ان شاء الله رب العالمين. الكلمة مع المهندسة آية المليجي ومع حضرتك 10 دقايق عشان الوقت. ماشي حاضر. طبعا يعني شرف كبير ليا ان انا ابقى مع دكتور احمد راشد ومع المجموعة العظيمة دي كلها، وبحضور دكتور ياسر محجوب، فطبعا ده شرف كبير لينا. انا في البداية كان دكتور ياسر محبوب يمكن كان كاتب كومنت على في الشات على ان احنا المسابقات لازم تكون فيها فرق ما بين المسابقات المخصصة للستودنتس والمسابقات التانية. طبعا هو البوينت دي يعني اتفق معاه تماما فيها، برغم ان كانت المسابقة بتاعت Green Pyramids كانت يمكن كانت جنرال اكتر، وزي ما دارين كانت بتقول هي Green Pyramids كانت أول مسابقة احنا دخلنا فيها. طبعا كان الشكر طبعا كان كله الدكتور أحمد هارون والدكتور أحمد راشد لأن هما اللي شجعونا ندخل، كنا احنا يمكن برضو لسه كطلبة يعني مش حاسين ان احنا عندنا الكابابيلتيز او القدرات اللي تأهلنا ان احنا ندخل في مسابقات وفي مكاتب تانية هتدخل معانا، فيمكن كان عندنا احساس ان احنا اكيد مش هنعمل حاجة في وسطهم يعني. يمكن انا الجزء اللي انا هتكلم فيه كتعليقا برضه على دكتور ياسر محجوب ودكتوره ريهام الدسوقي، فكره ان المشاريع احنا استفدنا منها ايه وايه التغيير اللي ممكن يحصل فيها وكطلبه بتفرق معاهم ازاي. زي ما قلت احنا اول مسابقه دخلناها كنا لسه طلبه، برضه كان الفكر بتاعنا بحد كبير جدا اللي هو فكره ان انت ما بتيجي تدخل مسابقه انت بتعمل 3D Max هو المهم والpresentation skills وان انت ازاي تعمل صور مبهجة. طبعا كطالب بتبقى في الاول مبهور قوي بالحاجات دي، فحاسس ان انت عايز هو ده اللي انت عايز تعمله في المسابقات. المسابقات فرقت معانا جدا لان احنا بعد شوية بدأنا نحس بالفرق ان انت طبعا هو الـ3D Max والصور والحاجات دي كلها والrendering بيوصل فكرتك بالطريقة مبسطة للناس اللي هي ما عندهاش ممكن خبرات او كده، بس انت ما بتكون داخل مسابقات دول كلهم ناس اساتذه معماريين وكلهم عندهم اكسبيرينس انف، فانت الرؤيه الاهم اللي انت تحاول تخش فيها هي اللي هي تبقى تو ذا بوينت او تبقى انت داخل في صلب الموضوع. المسابقه محتاجه 1 2 3 هم دول اللي انت بتركز فيهم، وهم دول اللي انت لما تيجي تشتغل عليهم تعمل لهم برزنتيشن بشكل سليم جدا جدا. وده يمكن اللي احنا عملناه او اللي اتعمل في مسابقه الجرين بيراميدز، كان الريبورت اللي اتعمل فيها كان تفصيلي جدا زي ما دارين شرحت يمكن باستفاضه، ولو كملت كان هيبقى الموضوع جميل جدا. اتعمل الريبورت فيها بشكل تفصيلي جدا، ديتيلز جدا، كل حاجه واضحه فيها، كل فكره احنا عايزين نوصلها اتنقلت فيها بشكل سليم، والحمد لله طبعا بالرغم ان هي كانت اول مسابقه بس الحمد لله كسبنا فيها. هتكلم بعد كده على الحاجات اللي احنا فهمنا منها ان احنا وقعنا في مشاكل في حاجات معينه، فده اللي استفدنا بيه عشان نخش بيه للمسابقه اللي بعديها واللي بعديها.
كطلبة طبعا دخلنا برضو في مسابقة اللي هي Peace Pavilion، ودي كانت مسابقة كان هدفها ان احنا بنعمل مكان دور زي برضو دور عبادة، نفس الفكرة شوية، او سوري مش دور عبادة، دور بي 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 يعني زي ميموري للناس اللي هم توفوا في احداث معينة في السنغال. احنا لما جينا اشتغلنا عليها، يمكن برضو محمد قال في الاول احنا كنا بنعمل تيم ونعمل فريق، ودي بوينت مهمة جدا كان محمد بيتكلم عليها، محمد زكي، ان احنا اهم حاجة التيم نكون بنكمل بعض. انت كطالب لما بتخش في اي مسابقة انت لسه ما عندكش experience enough، انت لسه عندك الخبرات بتاعتك بتاعة الديزاين اللي انت بتخش فيه في الكلية. المهم طبعا اكيد مش هنقدر نقول ان غير ان الدكاتره بيبقوا جنبك بيساعدوك بيساندوك بيقولوا لك دي صح دي غلط اعمل دي اعمل دي، فانت عندك حد بيوجهك اول باول. انما في المسابقات انت ما عندكش حد بيوجهك غير البروشور اللي نازل على الريكويرمنتس بتاعه المسابقه دي. فاحنا يمكن في البيس بافيليون كان عندنا افكار حلوه جدا جدا ورؤيه حلوه جدا جدا، بس يمكن الحاجه اللي احنا وقعنا فيها ان احنا عملناها كانها برضو تسليمه في الكليه، ان احنا عملنا كان الاهتمام اكتر بفكره السكرين او يعني شطات كتير ولقطات كتير، البانر زحمه علشان نحس ان في حاجات كتيره، دخلنا في ديتيلز كتيره جدا وهي كلها كانت ديتيلز حلوه جدا، ويمكن لو دخلنا في تفاصيل وعملنا زوم عليها هنلاقي ان كان في حاجات كتيره معموله وافكار حلوه جدا جدا، بس كبرزنتيشن وايز هو مش ده اللي مطلوب في المسابقات الانترناشنال. المسابقات الانترناشنال بتبقى عايزه حاجه دقيقه واضحه اي حد بيفهمها، والبرزنتيشن نفسها بسيطة. لو جينا نشوف يعني مثلا احنا هنا كنا عاملين فكرة فيها من الحاجات المهمة فيها ان احنا كنا عاملين جزء هنا اللي هو حاجة روحانيات، لان هي ما كانوا دي كانت جزء مطلوب فيها ان يبقى فيه جزء مكان فيها بيساعد شوية على الروحانيات، فكنا عاملين جزء فيها حلو جدا وفكرته كانت حلوة جدا، بس لو بصينا على الديزاين هنلاقي ان هو في الاخر ما كانتش ظاهرة قوي. لو جينا نشوف المشروع اللي كسب فيها هنلاقيه ان هو برضو كان عامل نفس الفكره بتاعتنا، طبعا بطريقه مختلفه وبرؤيه مختلفه، بس لو جينا نبص على البرزنتيشن بتاعته برزنتيشن بسيطه جدا جدا جدا، موضح فيها الحاجات المهمه هي تو ذا بوينت او داخل في صلب الموضوع، دي حاجه مهمه فهو وضحها. فدي يمكن كانت نقطه احنا اتعلمنا جدا جدا من المسابقه دي، برغم ان احنا عملنا فيها مجهود كبير قوي وتعبنا فيها جدا وحاولنا نحط فيها كل الافكار اللي عندنا، بس وقعنا في المشكلة بتاعت ان احنا دخلنا في تفاصيل بزيادة وحطينا كل حاجة احنا فكرنا فيها. فدي بوينت اتعلمنا منها كويس جدا جدا بعد كده، فكرة ان انت تبقى حاجتك كلها تخش في صلب الموضوع وتبسطها على قد ما تقدر. ال 3D Max والحاجات طبعا هو هنا طبعا عامل برضو 3D وكل حاجة وموضح الفكرة بس بشكل بسيط، هو ده اللي مطلوب. لو جينا نخش في المسابقات يعني يمكن بعد كده لما بدات اخش في مسابقات في مسابقه في المانيا، يعني لما دخلت رحت اعمل ماسترز في المانيا، فرق معايا في حاجه ان انا من المسابقه دي يمكن كنت اتعلمت منها الجزء ده. في المانيا لقيت الموضوع نفس الفكره، يعني هم يمكن ادونا توجيهات معينه ان ده دي مثلا student competition حاجه اسمها البي دي ال اي في المانيا. لو جينا بصينا ده كان مركز اول برضو هناك، هنلاقي نبص ان البرزنتيشن بتاعته بسيطه جدا، الالوان كلها بسيطه جدا اللي هو جراي فاتح في اخضر غامق في اخضر فاتح ازرق خفيف قوي اللي هو بيعبر عن السماء. هنلاقي البرزنتيشن بسيطه وفي نفس الوقت داخل في الموضوع، هو عامل اناليسس فوق داخل هنا، يمكن الكونسبت بتاعه شرحه بطريقه مبسطه ان هو عامل بيشرح ان هنا في كذا وهنا في كذا، دي الحاجات المهمه اللي موجوده في المشروع بتاعه، فهو بيوصلها بشكل بسيط. المشروع اللي هو السهل الممتنع، يعني هو انت تحس ان هو بس كده ده هي صفحه فيها ثلاث صور وخلاص، بس الثلاث صور دول هو بيتكلم فيها على الحاجه المطلوبه بشكل دقيق جدا وبشكل تو ذا بوينت جدا جدا جدا. فهي دي المسابقات اللي بتكسب بره، هو ده اللي مطلوب بره. يمكن احنا عندنا كطلبة الحاجات دي زي ما كان دكتور ياسر بيتكلم ودكتورة ريهام ان الحاجات دي محتاجين ان الطلبة تتعلم الحاجات دي، محتاجين نبقى عارفين ايه هي الآلية اللي الحاجات دي تتنفذ بيها. برضو المشاريع دي كلها لما بتتعمل بره بتبقى مشاريع الميونسيباليتي او اللي هي الجهات الحكومية، هم عايزين يطوروا الميدان ده مجرد ميدان، بس هم عايزين يطوروا الميدان ده فبيدوها للطلبة. الطلبة
تبدا تشتغل عليها. فهم كده اولا بيدربوا الطلبه على اللي الحكومه محتاجاه ايه او المجتمع نفسه محتاجه ايه، وفي نفس الوقت الطلبه بتبدا تاخد اكسبيرينس ان هي لما تروح تشتغل في مكاتب بعد كده تبقى عارفه ايه اللي مطلوب وايه الرولز المطلوبه وكل الاليات اللي بتتعمل وعشان التنفيذ. وفعلا زي ما دكتور ياسر ودكتوره ريهام بيقولوا ان الطالب، يعني دكتور ياسر كان بيتكلم عن كان زمان في الثمانينات كان في مشاريع اتعملت والطلبه اشتركوا فيها وكذب واتنفذت. لما طالب مشروعه يبدا يتنفذ، يعني ده مشروع المفروض ان هو ده اللي هيتنفذ، لما المشروع بتاعه يبدا يتنفذ الطالب هياخد ثقه، هيبقى عارف ايه اللي مطلوب في سوق العمل، هيبقى عارف يوجه بعد كده امكانياته ازاي. يمكن زكي ورى لنا ازاي ابلكيشنز كتيره، يمكن الابلكيشنز دي احنا كنا في الكليه مثلا ما اتعلمناهاش، بس احنا واحنا اثناء ما احنا في الكليه لما دخلنا مسابقه عرفنا ان دي الابلكيشن دي محتاجينها ودي محتاجينها ودي محتاجينها، فبدانا نتعلم بنفسنا. لما بنيجي نعمل التيم احنا عارفين ان زكي شاطر في الابلكيشن معينه، دارين شاطره في حاجه معينه، ايه شاطره في حاجه معينه، رامي شاطر في حاجه كل واحد فينا عنده قدرات في حاجه معينه، فاحنا في الاخر بنكمل بعض، واللي عنده حته ناقصه بيبدا يتعلمها من على اليوتيوب يبدا يكملها. فبالتالي لما بدانا نخش في مرحله مثلا ان انا معيده على زكي ودارين وكده، خلاص في حاجات معينه بقيت عارفه ان احنا كاكسبيرينس او في مجال الشغل محتاجين الحته دي. لما بدات اخش هناك كطالبه تاني ماجستير في المانيا، خلاص بقيت عارفه ان في السكيلز دي اللي بتبقى مطلوبه، اتعلمت حاجات تانيه كمان مطلوبه. ويمكن اللي بيبقى حلو بعد كده ان احنا ما بيننا وبين بعض، يعني زكي برضه لما اشتغل في دي ام جي كل واحد فينا لما بيعرف حاجه جديده هو بيروح يعلمها للتاني، ودي النقطه المهمه جدا 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 في المسابقات، ان الفريق كله بيتعلم من بعض وان الفريق كله بيكمل بعض. والنقطه المهمه ان احنا مش بنخش مسابقات، انا مش لازم اكسب في كل المسابقات اللي احنا بنخشها، هو اهم حاجه في المسابقه انك تتعلم اكسبيرينس، الاكسبيرينس اللي انت مش واخدها في الكليه. الكليه بتدي لك اساسيات كتيره جدا جدا جدا، بس فاضل لك حاجه معينه تكه معينه كده المسابقات هي اللي بتديها لك. في نقطه كمان كنت عايزه اقولها، ان انت اهم حاجه ما تخش مسابقه انك تشوف الجوري اللي بيحكمه هم طالبين ايه، هم عايزين ايه، هم رؤيتهم ايه، هم مشاريعهم شكلها عامل ازاي. فيمكن برضو في المسابقه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه البافيليون كان حاجه كانت مهمه جدا ان احنا كنا نخش نبص عليها، دي كانت المسابقات اللي قبل كده. لو جينا بصينا على المسابقات اللي قبل كلها كده اللي كلها كسبت في نفس المجال اللي فيه نفس الجوري اللي بيحكمه، هنلاقيهم كلهم متبعين نفس الفكره ان هي السهل الممتنع، هي حاجه سهله جدا، البرزنتيشن بسيطه جدا ما فيهاش اي زيادات، وكل حاجه تو ذا بوينت، انت رايح للنقطه اللي انت عايزها وبس. فدي يمكن من اهم حاجه احنا محتاجين نتعلمها لما نيجي نخش في اي مسابقات، ان انت مش داخل طبعا اكيد يا رب نكسب كل المسابقات، بس هو اهم حاجه الاكسبيرينس اللي انت داخل تتعلمها في كل حاجه جديده. السنغال عايزين حاجه معينه بالشكل معين، لما دخلنا الاسلا محتاجين بحاجه معينه، برغم ان الاسلا والافرا دخلنا تقريبا مشروع يعني اولموست كان في نفس المكان، بس لما جينا نقدمه هو في الاسلا كان مختلف تماما عن لما قدمناه في الافلا، برغم ان هما الاثنين كانوا مشروع في نفس اللي هو شارع الاشراف مثلا او كده. دول محتاجين حاجات معينه ودول محتاجين حاجات معينه. فيمكن دي اهم نقطه في المسابقات، وبتفرق معاك بعد كده في شخصيتك، وبتفرق معاك بعد كده في الاكسبيرينس بتاعتك لما تيجي تشتغل في اي حته، انك كل حاجه فيهم بتزرع فيك حاجه جديده مش هتتعلمها غير لو اتدخلت في المسابقات دي، وغير لو جربت في حتت مختلفه واماكن مختلفه. فيعني اعتقد دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا كطلبه، وبعد كده كمعيدين، وبعد كده دلوقتي كطلبه ماجستير تاني او موظفين في بدانا في الشركات كمان، هي الاكسبيرينس اللي انت بتطلع بيها من كل حاجه، وما تستناش ابدا الكمال ان انت هتكسب في كل مسابقات او انت، يعني اهم حاجه اللي انت طالع بيه من كل مسابقه، يعني يمكن دي اهم حاجه. وطبعا عايزه اشكر الدكتور احمد راشد جدا، لان ودكتور احمد هارون، لان هما الاثنين اصحاب الفضل علينا في حته المسابقات، لان هما اللي شجعونا برغم ان احنا كنا خايفين، بس بصراحه هما اللي شجعونا جدا. ويمكن احنا بعد كده يعني خلاص بقت ادمان بالنسبه لنا، يعني يمكن طول النهار بندور على مسابقات، بنجري ورا مسابقات، يعني يمكن زكي برده هو الزعيم بتاعنا في حته انه يقعد يدور لنا على مسابقات ونخش في مسابقات. فيعني انا بشكركم جدا جدا، لان لولاكم طبعا ما كناش بنتكلم النهارده هنا، ما كناش يعني لولا ثقتكم فينا وتشجيعكم لينا، فيعني اشكركم جدا. ربنا يكرمك يا باشمهندسه. الله يخليك. لو يعني كل يعني انا اشكرك، بس يعني لولا ان انتم بتجتهدوا بتشوفوا مكانكم وتدخلوا على المستوى المحلي ثم المستوى العالمي
ده باجتهادكم وده حقكم يعني، وده دورنا كلنا ان احنا نكمل بعض. انا عجبني كلمه حضرتك ان احنا كلنا بنشارك المعارف مع بعض، ومش مهم نكسب، المهم نشارك في العمل ونشارك المعارف، وكل واحد مننا يشارك الثاني. الباشمهندسه دارين وصلت معانا، رجعت النت. هو انا كنت عاوزه اقول حاجه برضو يا دكتور، المهم في المسابقات دي فكره دايما يبقى فيه ان احنا كنا بنبدل مع بعض كل مره مين التيم ليدر، لان برضو لما بيبقى فيه حد معين هو التيم ليدر هو غصب عنه بيتعلم حاجات ما كانش هيتعلمها لو كان عضو في الفريق. يعني في حاجات كده كنا بنسيبها، يعني يمكن نفتكر كان في مسابقه بتاعت القفله والاسله، لما كان بيبقى في حد تيم ليدر كان الشخص الثاني تيم ليدر مسؤول عن هو بيظبط كل الحاجات الاوتلاين والحاجات المطلوبه والحاجات دي كلها والفينشنج بتاعها عشان يبعت والحاجات دي، وبيبقى في حد ثاني او الاثنين الثاني. انا المهندس يزن محادين كمان من الاردن وهو عضو في الاسله، يعني صح يا باشمهندس يزن؟ يعني معانا ناس من الاسله يعني، ومعماري اردني وخريج جامعه القاهره في مصر يعني، ومن الناس النشيطين جدا في المستوى العربي يعني، والوالد الفاضل يعني. طيب يعني احنا حضراتكم هنبدا نفتح النقاش، بس انا هنستاذن حضراتكم نبدا اللي عايز يواجه اسئله او يواجه اطروحات، واحنا وانا كمناقش يعني شايف الدايلوج، عايزين نبدا بالدكتور ياسر محجوب يطرح فكرته ورؤيته. انا شايف النقاش حامي على الشات، فننقله من الشات للبابليك عشان برضو يعني انا اتفق مع حضرتك 100% ومستمتع بالنقاش، بس عايز انقله للشباب يعني. استاذنا دكتور ياسر محبوب اتفضل يا فندم. الله يخليك يا دكتور احمد، شرف لي ان انا معاكم في المعاد دي، وشكرا للدكتور احمد على ان هو نبهني للويبر دوت النهارده، واشكر عن على الاستضافة. الحقيقة هي يعني نقط محددة كان كتبت أغلبها في الشات عشان ما ننساش. المسابقات فيها مشكلة وضع المسابقة نفسها، أول نقطة أتكلم عليها نفسها محدد وواضح. دكتور ياسر في صدى صوت، حضرتك فتح تو أكاونت تقريبا. لا الصوت واطي، الصوت كده ما فيهوش. يعني حضرتك فاتح تو اكونت، اقفل واحد عشان في واحد فيهم، يبقى طيب. اقفل الصوت في واحد فيهم من غير لا إيه؟ لا ما هو السماعه السبيكر بيعمل ريبيت يعني. حضرتك سامعني؟ لازم يا دكتور نضحي بواحد فيهم. فيهم ها؟ في اثنين مفتوحين. لا او اللي مفتوح اقفل الساوند فيه خالص. المفتوح ممكن تقفل الساوند فيه السماعات نفسها يعني، لان السبيكر بيدي صدى صوت. طيب كده. اتفضل حضرتك. كده واضح؟ ولا مش واضح؟ برضه مش واضح؟ اصل الكلام بيتكرر صدى صوت، يعني حضرتك بتتكلم ويجي الصدى بعده. طيب اعمل حضرتك اعمل ميوت للسماعة بتاعت التاني. عامل له ميوت والله السماعة مش المايك. الاثنين عامل لهم ميوت. هاي ميوت فضح حضرتك. الاثنين عامل لهم ميوت. طيب هو يعني النقطة الأولى بتاعتي إن وضع المسابقات نفسها عايز يبقى متحدد في المستوى الجهول، ما نسيبش الموضوع مفتوح طبعا، وممارسين ومعماريين عندهم خبرة طويلة، لازم يرتبط برضو دلوقتي في يعني مستويات محدده للطاو دفع تعليميه وليرنينج مطلوبه. فاعتقد المسابقات مفروض انها تبقى موجهه ناحيه المستويات دي، بحيث ان الطالب لما يبقى بيتنافس مع
نفس المستوى اللي هو يعني تعليميا. يعني المسابقات برضو شايف انها دعمها كبير جدا زياده عن اللزوم، فبتتحول الى احلام وامال كبيره ما بتتحققش في اغلب الوقت على ارض الواقع. كوب بتاع المسابقه بقى يعني اصغر وتارجتنج اكتر ان هو يبقى شيء منتج فيه انتاج فعلا في النهايه على الطبيعه، حتى لو كان ماده بناء جديده، حتى لو كان يعني نموذج لوحده صغيره يتم بنائها. في المسابقات يعني زي ما كلنا شفنا في تاريخ المسابقية، عمر ما كانت الرسومات الكتير والمناظير الكتير والجرافيكس الكتير هي اللي بتنجح المسابقة، بالعكس دي أحيانا بتضيع المسابقة وتضيع الفكرة وتضيع المفهوم لجنة التحكيم منتظرة. أولا وأخيرا اللي بيكتب شروط المسابقة دول ناس عندهم فكرة وعندهم يعني رؤية معينة، لازم الواحد يقرأ ما بين السطور بعمق ويحاول ان هو يوصل الى المفاهيم اللي موجودة عندهم، ومش شرط ابدا وراها بالعكس، بس يعرف ازاي يغير مفاهيمهم الى مفاهيم جديدة، ان ياخد بايدهم كده خطوة خطوة الى او الاتجاه اللي هو عايزه. احنا عندنا مشكلة طبعا في التعليم المعماري، كله منصب على البرودكت اكتر من البروسس. طلبة بنشوف دلوقتي كتير شغل على الطلبة تعمل مناظير وتعمل مشاريع، كل شغله كبير نتيجة فيه اهتمام بالاند اكتر من وفي غياب الحياة كبير ل يعني مثل البعد الفلسفي البعد الايديولوجيكال يعني في الفكر، وازاي الطالب يقدر ان هو يعبر عنها ويتكلم عنها. فانا اعتقد المسابقات شيء جزء اساسي من مهن المرة، سواء اثناء التعليم المعماري او اثناء ممارسه المهنه. والحقيقه شفنا مشاريع كتير وحكمت انا الحمد لله بمسابقات كتير. الفكره اللي بتنجح هي الفكره اللي ساعه لما المحكم بيغمض عينه ويروح بيته بيفضل فاكرها في مخه، مش بكثره الرسومات ولا بالمناظير ولا بالاخراج. ازاي المحكم، ازاي توصل ان اللي بيحكم المسابقه لما يغمض عينه ويروح لمسابقه ثانيه يقول لك لا انا فاكر المسابقه اللي قبل دي. او يعني طبعا قصه اوبرا سيدني معروفه للجميع، ان المشروع بتاع جورن ادزن ده كان مشروع مرفوض من اللجنه، لكن لما محكم دخل وقال لهم لا ازاي ترفضوا حاجه زي دي، ده هو اللي يكسب. وفعلا كسب وتنفذ، ان فكرته لزقت في مخ المحكم. يعني المجهود اللي بيتحط في الرسومات والاخراج لو جزء منه حط في مرحلة الفكرة والفلسفة والرؤية، أعتقد ده هيبقى يعني جزء مهم من التغيير في بالنسبة للي بيدخل المسابقة نفسها. وشكرا على إتاحة الفرصة لي للكلام وأشكركم جدا. نشكرك يا دكتور. دكتور إبراهيم معطية من المملكة العربية السعودية، وبعدين المهندس حسن أمير. يعني دكتور إبراهيم اتفضل حضرتك. السلام عليكم دكتور، وبارك الله في الجامعة الغفير، ما شاء الله ربنا يجزيكم خير وكلكم من خير وفضل الناس. هو أنا طبعا بالنسبة يعني بس يعني بالنسبة لأي مسابقة بتتعمل بيبقى لها حاجة اسمها رولز وستاندرد، والرولز والستاندرز والكونسبت نفسه بيبقى عند كل اللي هم مشتركين في المسابقة. فطالما أنت يعني في فكرة أنت عاوز توصلها زي ما قال الدكتور من شوية، وعاوز تخليها تبقى هي الشعاع اللي الناس مجرد ما بتشوفه بتبقى فاكره على طول، هو فعلا لو كل واحد بيبقى عنده مجموعه من الافكار وعاوز يطبقها من خلال الرولز اللي موجوده ديت مع
الغرض من الدخول للمسابقة، لأن أي مسابقة لها غرض ولها فائدة معينة ولها أهمية معينة. فلو أنت قدرت تحصل على الغرض بتاع المسابقة، وأنا بدخل المسابقة ليه وبعمل إيه وإزاي إن أنا أكون فريق عمل، وكل فريق عمل عارف بيعمل إيه، وزي ما قال المهندسة من شوية ومحمد زكي برضو، إن كل واحد عارف عليه سكوب معين وعليه تاسك معينة، وكلهم تيم ورك واحد، كل واحد بيعلم التاني وكل واحد بيساعد التاني وكل واحد عارف معلومة بيعرفها للتاني، ده حاجة ممتازة جدا. أنا نصحتي إن الناس كلها اللي هم شغالين على تيم ورك أو على جروب ويدخلوا مسابقة، إنهم الأول داخلين المسابقة ليه وهعمل إيه وإزاي، ولازم أكسب، لازم أكسب بمجهودي ولازم أكسب بفكرتي ولازم أكسب بإن إحنا كلنا نوحد أفكارنا عشان نقدر نوصل لهدف واحد. ده اللي أنا عاوز مشاركة بتاعتي، وشكرا أفضل. أشكرك دكتور إبراهيم. معلش يا جماعة، كل واحد يعرف نفسه، وحضرتك دكتور إبراهيم عرف نفسك بالناس عشان برضو إيه يعني كل المتحدث يعرف نفسه عشان الناس تعرفه. حضرتك دكتور في جامعة إيه؟ أنا جامعة الزقازيق، حاليا في السعودية جامعة الزقازيق تخصص كهرباء. أهلا دكتور. الله يبارك فيك. وأنا حاليا في السعودية بالرياض. شرفنا فندم. المهندس حسن أمير، فضل وأرجو التعريف بنفسك الأول قبل المتحدث. فضل مهندس حسن. طيب، بما ان لسه ما فيش حد عنده اسئله، انا هبدا اوجه اسئله. السؤال الاولاني للدكتور احمد راشد، هل المؤسسه الاكاديميه بتستفيد بان هي ترعى مسابقه او تنظم مسابقه، وايه هي وجه الاستفاده لو في استفاده؟ طبعا بص، برضو انا عايز اوضح ان المسابقات انواع وانماط متعدده جدا، وممكن تبقى يعني على سكيل مثلا انك انت لو عايز مبنى لهدف محدد، ممكن شركه او مؤسسه هي اللي تكون بتستهدفه. في الحاله اللي عندنا احنا مركز استدامه ودراسات مستقبل، احنا بندور على السيناريوهات، احنا بندور نقتحم الغير متعارف عليه في المرحله دي انه ممكن في وقت معين يتحقق. وهضرب مثال بسيط جدا، الهرم الاخضر. الهرم الاخضر ده، هل احنا نقبل ان احنا نستمر ندور على الليد وكل طاقات الشباب دول يبحثوا على الليد ويبقى هو ده هدفهم الوحيد، انهم يتفننوا ويبذلوا مجهود ويدفعوا فلوس ان هم يتخصصوا فيه عشان بناء اخضر؟ طيب المعادله الثانيه، مركز بحوث البناء والاسكان الدفع مصاريف وطاقات ودراسات، واتعملت محاولات مرة اثنين وثلاثة، ولا طلعت مليون دراسة تقول ان الهرم الاخضر غير مكتمل، وبدأ عليه نوع من انواع الانتقادات، وهو لم يجرب او لم يقرأ حتى. في خلال المرحلة دي انت كده كمركز بتحاول انك انت تكون لك بعد دراسي. كان في كمان محاولات اخرى خرجت على البناء الاخضر تختلف عن الهرم الاخضر وموجودة في الساحة، واختارت ثلاثة ايتمز. ومش بدخل أنا بقى في هذا الصراع اللي هو أيهم الأحق، سواء البناء الأخضر مين اللي مسؤول عنه، لكن كانت الفكرة طب ما نجربه. أنا عايز أقولك إن أكاديمية البحث العلمي بتحاول تعمل دراسات ومسابقات، وبرضه بتبقى عايزة أفكار خارج السلم. مركز بحوث البناء والإسكان كان بالنسبة له زي ما الطالب داخل المسابقة، هم داخلين المسابقة، هم كانوا بيقروا المعايير اللي مكتوبة، بيحاولوا إن هم يقيموا المنتج اللي طلع. أساتذتنا الأفاضل دكتور مراد عبد القادر، الدكتور أحمد عبدين، الدكتور عباس الزعفراني، الدكتور مؤمن عفيفي، كل اللي شاركوا بعض منهم في إعداد هذا المستند كان أول مرة يعملوا له تيستينج. بتتكلم على حاجات متعلقة بالطاقة، حاجات متعلقة بالتكييف، حاجات بالتهوية، في حاجات متعلقة بالماتيريال. فكانت التجربة نفسها، هتيجي تقول لي كمنظمة أو كمؤسسة بتدور على جزء في العلم يطبق إنه ممكن في المستقبل إنه يبقى حقيقة، وفي نفس الوقت نتعلمه كلنا، فهي عملية تعليمية تحدية كل. عشان كده كانت زي ما آية وزي ما محمد زكي وزي ما دارين قالوا، كانت المشكلة انك انت قايل ان 40% على التقرير،
يا جماعه المسابقات دايما عايزه الرسومات وعايزه الالوان وعايزه الاشكال وعايزه التصميم. حتى المحكمين المعماريين كانوا حاسين ان القدر بتاع المعايير والمفاهيم واخد اكبر من حجم التصميم اللي هينطلقوا فيه. فبقول لهم ده تيم وورك، مفترض هو اللي هيطلع المبنى عشان يبقى اخضر، لان المبنى مش هيبقى اخضر بفكره معماري. لا، انت المشكله بتاعت البناء الاخضر ده انك انت عايز شركات وعايز ماتيريال تتوفر وعايز سوق عمل كله يتظبط. فطب ما نخلي المسابقه وسيله تظبيط تطبيقي، فيراجع بيه الهرم الاخضر، يتبص في النواقص، ويبقى برضو الشباب دول بدأوا يطلعوا جيل، هم اللي بقى ممكن يتخرجوا، هم اللي يدافعوا عنه، هم اللي يشتغلوا عليه. ومعاك احنا لسه عايزين ندخل في المرحلة الثانية بتاعته والمرحلة الثالثة بتاعته، لان كل شوية يهمه عشان يبقى موجود. لكن الهدف الاسمى مش هدف الجائزة، وان كانت الجائزة مهمة. عشان كده كانت المشكلة اللي عندهم برضو انك بتقوله قيم، قيم شغلك، قول هيتحط في انهي كاتيجوري، هيبقى سيلفر ولا هيبقى جولدن ولا. وكنت حاطط الجائزة الكاملة لواحد بس جولدن، وفي ناس تانية جولدن مش هياخدوا الجوائز، بس هيبقوا الشرف انهم عملوا تصميم مبنى جولدن، فيقدر يقولوا لما ييجوا يشتغلوا السوق انا عملت مبنى جولدن بالجرين بيراميد. لكن كجائزة ان قدرت احكم نفسي واعمل دراستي واقيم نفسي واعرف مستوايا، وده اللي خلاهم خدوا السيلفر، جائزة اولى سيلفر مش جائزة اولى في المشروع كله. هي كانت في فلسفة، فطالما في فلسفه والفلسفه دي قايمه على كل المخرجات اللي قبل كده اللي شرحتها، وانت عايز تبتدي توجد مبنى محايد هو مبنى دور عباده. عشان لو كنت اخترت مدرسه طب ما هي طلاب ومدرسين بس، لو اخترت مصنع عمال وصناعه بس. فده اللي انا عايز اقوله، المؤسسه لازم تبقى عارفه، يعني دايما بقول الجمله دي، الواعي قبل الساعي. لا، احنا عارفين انها في وسط المنظومه بتاعه المركز، دي خطوة من الخطوات اللي هتتبعها بعد كده إن شاء الله خطوات تانية بنحاول نتكملها. وعارفين إن دايماً بيبقى فيه تقصير، لأن إحنا دايماً بنحاول نبقى عندنا مبادرات قد لا تفهم، بس هي مش 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 منعة إن إحنا دايماً بنقول إيه، هو العلم عبارة عن تحدي. يا جماعة، ناسا قالت إنها تستعمر المريخ في 100 سنة، عدى منهم 27 سنة. كل اللي دخل اللي بيدخلوا المسابقات والتجارب من علماء وأفكار هيموتوا ومش هيحضروه في الواقع بتاعه، لكن ماشيين بالخطوات بتاعتها. اللي احنا بنستهدفه ان احنا عشان نتعامل مع الصحراء زي ما ناسا عايزة تطلع الفضاء، احنا نطلع الصحراء فنجرب مرة واثنين وثلاثة، ويبقى عندنا سايكل اثنين وثلاثة، فيطلع دارين ويطلع محمد زكي وتطلع آية ويطلع طلابهم. اللي انا عايز اقوله ان اللي دخلوا المسابقات في 2010 اصبحوا دلوقتي اساتذة في جامعات كثيرة، وهم اللي بقوا بيوجهوا الطلاب بتاعهم. هي عملية كده، هو ده الهدف، هو ده المنتج والمخرج بتاع المؤسسة. وعايزة تتكامل مع مؤسسات تانية، وعارفة ان لها مؤسسات، في مؤسسات تانية بتؤدي أدوارها، تعمل مسابقات أكثر واقعية، ولكن الواقع أيوما. احنا بنسمي الواقع على أساس ايه؟ هل الواقع اللي بنوقعه دلوقتي وننساه، ولا الواقع اللي احنا نعيش معانا فنبنيه في المستقبل فيصبح واقع؟ هي ده الاختلاف اللي موجود. بس برضو خلاف ان المسابقات نفسها ممكن تعمل مسابقات، ازاي انها تبقى مسابقات؟ بتوجه لك اسئله كتير يا دكتور احمد راشد، والله تحت امرك. في سؤال تاني يا جماعه، اللي عايز يسال بصوته يقدر يرفع ايده ويسال، اللي عايز يبعت على الشات يسال. في سؤال موجه لحضرتك كباحث، هل النشر في مؤتمر علمي افضل ام المشاركه في مسابقه بالنسبه للباحث وقابليه التطبيق؟ يعني بقارن، لو ممكن تفيدوني. انا ممكن اجاوب على جزء، هو انا مش هتكلم على الجزء اللي في مصر، واسيب استاذنا دكتور احمد راشد. في جامعات في العالم بتعتبر الدخول في مسابقه والحصول على مركز فيها، يعني الجامعه اللي انا درست فيها الدكتوراه بره مصر كانت بتعتبر لطالب الدكتوراه او طالب الماجستير او طالب الاندرجراد الحصول على مركز في مسابقه معينه، بينزلوا لستة مسابقات سنويه عالميه، دي تعتبر كنشر. في مصر بقى استاذنا دكتور احمد راشد هو اللي بيشرف على دراسات عليا كتير في مصر. اتفضل يا فندم. انا عايز اوضح حاجه، مثلا يعني هو المهندس عادل توفيق لما شاف الفيلم اللي هم الشباب كانوا عاملينه الخمس دقائق، فكان التعليق بتاعه ان كل الافكار دي وردت في رؤيه 2030. انا بس كنت عايز اوضح له ان الافكار دي لما طلعوها الشباب ما كانتش رؤيه 2030 اصلا اتكتب فيها خط. يعني الشباب دول كانوا سابقين رؤيه 2030، لان المنتج بتاعهم لما بداوه في 2011 وطلع في 2012
اللي حضرتك شفته ده طلع في 2012، رؤية مصر 2030 طلعت بعد كده في 2015. أنا عايز أقوله إن ممكن تلاقي شباب واعي كان متفهم إن الاستدامة والأفكار والرؤى دي يسبقوا بيها الأحداث. عشان كده أنا عايز أقوله إيه؟ أولاً عملية الفوز والهزيمة دي معيارية. أنا بقول لك حسن فتحي أنا من أخطائنا أكثر بكثير من نتعلم من نكاحاتنا. اللي بيوصل لجائزة في بعض الأحيان يهبط، لكن اللي دايماً عنده هذا التحدي، عندي زمايل كتير، عندي الدكتور أسامة فرج دايماً بيدخل مسابقات، عامل كتاب على المسابقات اللي لم يربحها قيمتها أكتر بكتير من اللي كسبها. فهي موضوع المكسب والخسارة دي أنا ما بحبش أحطها ك ك ك ك ك كمعيار، لكن زي ما قالوا الشباب قعدتهم مع بعض وطرحهم للموضوع ومحاولتهم قراءتهم وإنهم ينتجوا منتج، البحث عادة ممكن واحد ولا اتنين يشتركوا فيه. إحنا في المسابقات اللي كنا بنقولها دي بنقول إن في أولاً حاجة اسمها الحقيقة أو الفيزيكال المشروع، في حاجة تانية اسمها السوشيال رياليتي اللي كنا بنحاول نخلي يكتبوا قصة ازاي دخلوا المسابقة وايه المشاكل ودخلوا مع بعض خام خناقة ويعملوا الحدوتة بتاعتها، وكنا بنعتبر ان ده عليه 20% من التقييم، لان كان يهمنا بالنسبة للسؤال بقى اللي هو هل في البحث العلمي ممكن تحسب المسابقة كورقة بحثية؟ ممكن لو ترجمت بمرجعيات وقالوا البروسس بتاعهم ازاي وقدموه بمفاهيم البحث العلمي يبقى بحث علمي. أنا عندي فيه كنت قبل كده مسابقة في سوهاج خليتها بحث علمي وخدت بتاع، بس رجعت للمرجعية بطريقة التفكير ومنهجية التفكير وحولت البروسس ازاي. هل هتقبل طبقا لمعايير الماجستير والدكتوراه في مصر؟ أنا بره مصر عارف يعني إن ده بيحصل. في معايير الماجستير لا، هو في معايير ممكن يعتبرها أحد الكيس ستادس. يعني هو النهاردة حد كذا حد سألني النهاردة بيقول لي، بقول له أنت النهاردة حتى ممكن كل المشروعات اللي حصلت في الهرم الأخضر وهم 21 مشروع ممكن الطلبة تيجي تدرسها وتتدرسها وتبقى جوه كيس ستادس بتاعته، وفي أكتر من طالب أنا عندي حتى في الجامعة البريطانية في الديزرتيشن بتاعتهم كنت بقول لهم المشروع الواحد ده أنت ممكن تاخد كل المباني دي وتناقش الجزء بتاع الثيرمال كومفورت، ممكن تاخد كل المباني دي وتدرس من ناحية الموقع، ممكن يعني الهرم الأخضر ما هو 7 items 7 معايير وكل معيار اتاخد بطريقة، زائد ازاي الكلام ده يبقى في الحجم بيختلف والواقع بيختلف والموقع بيختلف والتناول اختلف، فده ممكن يبقى دراسات. فيمكن طبعا طبعا مخرجات المسابقات يعاد صياغتها في اوراق بحثيه، ويمكن ان يستفاد في المسابقات والجزء اللي بيطلع من دراسات رسائل وماجستير وجدت علشان بتدي له الالاينمنت بتفتح له المدى، فهي عمليه تكامليه الاثنين ضمن عمليات التعليم والبحث العلمي والدراسات اللي العالم كله بيعملوه. ناسا مرة تانية بتحط كلام ده في داتا بانك بقى، ناس بتقعد تكمل عليه عشان بعد 100 سنة لما يطلعوا هيندثر أسامي ناس كتير، بس التجربة الإنسانية المتكاملة هي اللي ممكن تضمن الاستدامة في المريخ. في سؤال من المهندس وائل الكفراوي وأنا هوجهه للمهندس محمد زكي، هل يوجد في مصر مراكز إعداد المهندسين أو الطلبة لدخول مثل هذه المسابقات؟ هل يتم إعدادكم لهذه المسابقات في المراكز أو حتى أو هل متاح؟ هو مش متاح بحاجة رسمية يعني، بس يعني بيحصل زي دكتور أحمد رشد مثلا بيلقي إننا عايزين نعمل مسابقة فبنعمل ندوة فبنتجمع فبنحكي فبنوصل لفكرة ونبدأ نشتغل وتبقى حاجة لا فردية. لا يوجد مراكز رسمية يعني ولا يوجد منهجية لصناعة المتسابق يعني؟ لا مفيش، لا على حسب يعني بتبقى على حسب المكان اللي في الجامعه يعني، مثلا لو في على حسب المؤسسه الجامعيه يعني، مثلا اذا حضرتك كنت بتشجعنا ان مثلا نبدا نشتغل من حضرتك بقى خلاص من تجربتك تمام. الباشمهندس يزن محادين من الاردن اتفضل يا باشمهندس، وبعديه حد انا مش عارف اسمه هو ظهر اسم الموبايل اتش 1 اتفضل يا باشمهندس يزن. مهندس يزن انتوا سامعيني يا دكتور احمد ولا لا؟ انا سامعك كويس. طب اللي رافعين ايديهم باشمهندس يزن والباشمهندس وحد النيم بتاعه باشمهندس يزن تقدر تتكلم المايك مفتوح. طب اتش 1 اللي رافع ايده يا زهر منتظرك.
انا مش عارفه الحقيقه مين اتش 1 اللي رافع ايده، انا رافع ايديا بس. ايوه اتش 1 حضرتك عرفي نفسك، هو باين باسم الموبايل. اه اهلا وسهلا، انا بشكركم جميعا. انا اسمي الدكتوره احسان عمر. انا دكتور احسان اهلا وسهلا، طبعا لي صوتك يا دكتور احسان اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. انا دكتوره، انا خلصت الدكتوراه بتاعتي من جامعه بوليتكنيكو دي ميلانو في 2019، وحاليا شغاله مدرس مساعد في جامعه عين شمس. بشكركم جدا على المناقشه، على المسابقات، وحابه اعلق الحقيقه، هو تعليق وهو رد كمان على السؤال اللي فات. اتفضلي يا فندم. بالنسبه لتاهيل الطلبه للمسابقات، انا شايفه ان في اقتراح ممكن يكون على مستوى الجامعه، يعني ممكن ان احنا ناهل الطلبه للمسابقات عن طريق ان احنا يعني يكون في مجموعه من المشاكل، وبعدين يتم حل المشاكل دي عن طريق ان احنا هنعمل في ديزاين في كل سنه هنحل مشكله معينه، ونطرح المشاريع دي. يعني نقول مثلا سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه هياخدوا المشاريع الفلانيه، ونطلع الموضوع على اساس ان هو كانه تاهيل للمسابقات، تاهيل للطلبه ان هم يفكروا في مشاكل موجوده وان هم يبداوا يحلوها. فاحنا ممكن نبدا نحل المشاكل اللي بتواجهنا في البلد او مشاكل موجوده في اي مناطق، عن طريق ان احنا ندخل الطلبه في المشاكل دي في الواقع من خلال مشاريعهم. الحاجه الثانيه ان انا شايفه طبعا الخروج دي فكره مهمه جدا، فكره ان احنا نخرج ونفكر بره الصندوق ونطلع بره القاهره ونطلع نفكر في الصحراء. بس انا شايفه ان كمان في حل مهم جدا لازم ناخده في اعتبارنا في المسابقات، ان يكون في بنتكلم على المباني القائمه وحل المشاكل القائمه اللي احنا موجودين فيها. يعني ان انا اطلع من المكان ده حل، بس هو مش كل الحل، لان انا في الاخر انا مرتبط برضو بالمكان ده، ومش كل الناس هتقدر تطلع، وبالتالي لازم اعتقد يعني لازم يكون في مسابقات بتتكلم على المباني القائمه، وازاي ان احنا نقدر نعدل المباني القائمه دي، وازاي ان احنا نقدر نعيد الجمال لبعض المناطق اللي هي جميله فعلا، لكن للاسف بقت في مشاكل متراكمه فيها، وبقى عندنا مشكله كبيره جدا، بقت مشكله صغيره لكن مشكله يعني تفاقمت مع الوقت، لان احنا اهملنا المشكله. و بس يعني هي الفكره ان احنا بنتكلم على الوضع القائم كمان، مش انا بس بطلع بره القاهره وبتكلم على الصحراء، وخاصة ان طبعا الموضوع ده مطروح بره في اوروبا بشكل كبير جدا، ان هم بيتكلموا على الادابتيشن للبلت انفايرمنت. فانا شايفة ان دي نقطة مهمة جدا، لازم نشرك الطلبة ان انا ازاي اصلح الواقع اللي انا فيه. شكرا. اشكرك دكتور احسان. باشمهندس يزن سمعني كده؟ دكتور احمد كويس سامعيني؟ اتفضل باشمهندس يزن محادين من الاردن، اتفضل. أول شيء تحياتي لأستاذنا ومعلمنا الدكتور أحمد راشد، وقامة يعني علمية وفكرية، وتحياتي لكل الناس في مصر، لأنه أنا ما بنسى فضل مصر وجامعة القاهرة طبعا بعد ربنا في أني تخرجت منها وصقلت شخصيتي المعمارية. أنا بس حاب أعطي شوية تعليقات عن المسابقات. أنا شاركت في عدد من المسابقات أنا وزملائي لي آخر 10 سنين، وزي ما حكى الدكتور أحمد راشد إنه القصة مش إنه في هزيمة أو إنك تهزم في مسابقة أو إنك تفوز في مسابقة، لأنه أنت إلك الشرف إنك أنت دخلت في مسابقة أولاً، وكمية الأفكار والقصة أو الإكسبيرينس اللي كسبتها أنت وزملائك في هالشهر شهرين، أو إنك كنت مثلاً، أنا دائماً بحكي لطلابي والمهندسين اليوم خصوصاً مهندسين ومهندسات اللي بتخرجوا ما بيلاقوا شغل أو ما بيلاقوا عمل، لأنه في كمية يعني الخريجين في الوطن العربي كبيرة، فدائماً أنا أنصحهم أنهم دائماً يشوفوا المسابقات اللي طبعاً accredited، إن كانت في الـ ASLA في الـ AIA، إن كان local إن كان regional، لأنه أنت وإنت في الأردن، وأنا حكي وكنت بحكيها كمان لطلابنا وفي في 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 وقت الكورونا، انه انت في الاردن ممكن تسافر لاي مكان في العالم من خلال المسابقات وتشوف الداتا اللي موجوده. انت ممكن تكون في الاردن او في مصر تروح في مسابقه في البرازيل في اي مكان. وزي ما حكى هو الواحد مش انه اذا خسر، بيسالوني كثير طب انت افرض خسرت في هاي المسابقه، ومين قال انه انا ما خسرت في مسابقات؟
انا ما في انا يمكن ما حصلت نمبر 1 2 3 ل 10، بس الفكره او للمشروع او القصه اللي انا دخلت خلالها مع زملائي كلهم كانت فكره قويه وممتازه، حتى ان كنت في الشركه تبعتي. انا بالنسبه لي احب اتشكركم كثير على المجهود اللي عملتوه اليوم وعلى الكلام الطيب، اكيد دكتورنا احمد راشد وزملائي المهندسين والدكاتره والدكتور احمد هارون، وانا مبسوط انكم خليتوني يعني اتحتوا لي الفرصه. معلش الميكروفون كان مش معمول له يعني اكسب، والله يعطيكم العافيه جميعا. تحياتي لكم من الاردن وكل عام وانتم بخير. احنا عندنا موعد في ورشه عمل قادمه، بس نتمنى السيشن الجاي برضو في مسابقات الطلاب تعرض تجربتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله انا جاهز. اي عمل بتاع بيمي اريبيا واركس بيس هيتواصل مع حضرتك، واحنا خدنا منك وعد على الهواء يعني. تمام اكيد اكيد وعد وعد الحر ديم. تمام هنجاوب على هنطرح اسئله ثم استاذتنا الدكتوره زينب فيصل مجموعه اسئله مكتوبه على الشات. في مصر كانت معايير الترقيات دي دكتور ياسر جاوب عليها. دكتورة هيام، لماذا لا يوجد دعاء من الهيئات الحكومية أو الشركات الاستثمارية لتمويل وتشجيع طلبة الجامعات للتقدم للمسابقات؟ الحمد لله دكتور هيام في مبادرات وبدأها دكتور أحمد راشد، وفي مسابقات بتطرح من هيئات ومؤسسات للمشاريع الاستثمارية أو للمكاتب الهندسية المحترفة، لكن تجربة الهرم الأخضر كانت مؤسسة حكومية بتتكامل مع مؤسسة داخل جامعة، وطرحوا ما أظن دكتور أحمد راشد كان في مؤسسات تانية عملت كده يعني. بص أنا عايز أوضح لك أن طبعا بداية أنا عايز أحيي يزن وأستاذ الدكتور كامل الدين، يعني ده بداية معلش. طبعا ده أول حاجة. الحاجة الثانية أنا عايز أقول برضو بالنسبة للدكتورة، موضوع الأهلي والزمالك الوادي ولا الصحراء كلها متاحة يعني في الآخر هي مصر، فمش يعني إيه زي ما ده موجود زي ما ده موجود، وممكن يكون جهاز التنسيق الحضاري أو في حاجات بتعمل كمان مشاكل فعلية واقعية في مصر، بتختار شارع بتعمله أبجريد وكل الكلام ده. فاللي عايز أقوله إيه لأن المساحة مفتاحة، إحنا في الآخر الفريق القومي بنفكر في أفكار لمصر كلها. الحاجة الثالثة إن موضوع برضو إنك تختار لاين وتختار جوائز، يعني أنا هقول لكم بصراحة من أصعب الأمور اللي ممكن تتخيلوها عشان ممكن الناس تتصور إن الجامعة عندي توفر جوائز، الجامعة عندي ما بتوفرش جوائز، الجامعة بتتيح لي إن أتعاون وأطرح الفكرة وبدياني البلاتفورم إن أنا أتعامل بشيء محترم مع جهات أخرى. وحتى الدكتور فاروق باز إحنا اتفقنا إن إحنا هنحاول، هيتعدانا زمن الممر التنمية والتعميل، ولكن هنحاول نحطه في سايكلز بان احنا نوفر المعلومة ونعد البشر بتاعتها. لكن الجزء المهم انت عشان توفر جايزة يعني ممكن تبقى انت عارف الدكتور ايمن عاشور انا اروح اطلب منه جايزة، الدكتور تطوير مثلا يعني كنت بروح لدكاترة في السوق بقول لهم كأن ده واجب ليكم قدام المجتمع، حاولوا تدخلوا لفكر جديد انطلاقة جديدة، وكنت باخد الجوائز من زملاء اعزاء في مكاتب كانوا بيؤمنوا بالفكره اللي احنا بنقولها وبيساعدونا في الجوائز. فانا عايز اقوله برضو الفكره دايما بيبقى فيه امور كتيره مرتبطه بالجائزه، مرتبطه بالتوقيت، مرتبطه بالموضوع، مرتبطه بانت الايديلز بتاعتك، مرتبطه بالطلاب في توقيتهم يتقبلوها ولا لا، مرتبطه باحداث بتمر فيك في البلد، ففي امور كتيره بتدخل في المسابقه. لكن ممكن في شركه معينه تبقى عايزه هي مبنى معين محدد، ليه الموضوع ده بيبقى خلاص مهدف، عندها جايزها، عايز الأفكار بتاعتها، عايز المردود بتاعها. فبرضو هنرجع تاني نقول موضوع العلم والبحث العلمي ما هوش أمر ميسر وكل بيتقبله قدام الواقعية اللي بتزحف. يعني النهاردة كتير جدا هيبقى النهاردة هتيجي تقول له عايزين نعمل مسابقة ونعمل كده والكورونا موجودة بالوضوح بتاعها، ممكن ما حدش يتقبل فيها وممكن يكون العكس، احنا ما نقدرش نعرف. فاللي أنا عايز أقوله إيه، كل مسابقة بيبقى ليها ظروفها لا تمنع ولا تحد من أفكار أخرى متوازية الساحة تتقبلها، لأن مصر الحمد لله غنية بمشاكلها مثقلة بمشاكلها وعندها بسم الله الرحمن الرحيم طاقات محتاجة تنطلق. فنخلي فكر المسابقات اللي العالم كله بيتبعه، أنا بدأت قلت لكم أن وزارة النقل في أمريكا ما فيش شارع
بتبقى عايزه تطوره سواء فيدرالي او سواء داخل ستيت او سواء داخل مدينه الا بتطرحه البوري. عشان كده قلت في الاول لو تلاحظوا مسابقات وسيناريوهات، ما هيش حلول، سيناريوهات. فيلم من سيناريوهات تتطلب انك تستكمل ممكن من سيناريو يتكمل مع اخر عشان توصل للحل، لكن الحل يبقى انا خلاص خدت الفكره بتاعتي وانتهت على كده. لا، انا النهارده حطيت افكار وحطيت حلول، التقنيه ممكن تخليني النهارده اعظم من الحل بتاعي بعد سنه ولا اتنين، يبقى السيناريو ساعد انك انت تجدده. الاستاذ الدكتور زينب فيصل ربنا يكرمك يا دكتور احمد. طبعا يعني انا مش عايزه ارحب بحد وانسى حد، بس يعني بشكر حضراتكم جميعا. استمتعت جدا يا دكتور احمد بالعرض اللي حضرتك قدمته، تعقيب دكتور ياسر وتعقيب المعماري يزن محادين. سلامنا للجميع وشكرا لحضراتكم جميعا. انا بس عايزه اعقب تعقيب بسيط، ان موضوع المسابقات الحقيقه يمكن كان اول حد يحفزني الحقيقه ان احنا ازاي نبدا نشغل الطلبه في موضوع المسابقات ده. لازم اعترف انه يعني دكتور احمد هارون كان لسه جاي من الصين في اجازه وما كانش رسمي لسه موجود في الام تي اي، كان في اجازه يعني، وقال لي في مسابقه في الاسله ونشغل الطلبه ونشجعهم يشتركوا كده. وانا بصراحه كنت بفكر بشكل مختلف، قلت له لا يعني هم عندهم شغل كتير جدا ومحدش هيتحمس، وفوجئنا ان الطلبه تحمسوا جدا، ويمكن الكلام ده كان من 10 سنين فاتوا مثلا. التجربه كانت بصراحه بالنسبه لي انا كانت اول مره اشتغل مع طلبه في مسابقه، واكتشفت احنا قد ايه خسرنا كتير ان احنا ما عندناش، ودي بقى البوينت اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان احنا عندنا ثلاث حاجات عايزين نشتغل عليهم. اول حاجه انه يبقى في عندي زي بنك للمسابقات اللي احنا محتاجين نطرحها طبقا للمشاكل اللي بنعاني منها او المشاريع اللي الدوله هتشتغل فيها او يبقى عندي مجموعه من المسابقات اللي ممكن يتم طرحها، ويتم توظيف ده في ان احنا في الجامعات بتاعتنا يبقى في زي، اتمنى لو احنا يعني تسمح بحاجه زي كده، يبقى في مقرر من المقررات الحافز. بما ان زي ما دكتور احمد راشد بيقول فكره ان احنا نلاقي حافز مادي دي احيانا كتير جدا بتبقى صعبه، فالحافز الاخر للطلبه بيبقى هو الدرجات. فلو انا عارفه ان انا لما هدخل المسابقه دي في كورس معين هيبقى الهدف منه مسابقات، فبالتالي الطالب عارف انه هيكافئ على ده بأنه ده كورس هو مطلوب منه يعمل ده. وبالتالي أنا شايفة أنه الكلية محتاجة أن في اللوائح بتاعتنا تبقى مادة كده كل سنة الكورس ده هو مسابقات. بيختلف السكيل طبعاً بتاع المسابقة طبقاً ليه ده طالب في أنهي سنة من سنوات العمارة. ليه؟ لان زي ما سواء باشمهندسه ايه او باشمهندس محمد او باشمهندسه دارين يعني ما شاء الله كلهم يعني قد ايه كانوا بيعملوا جهد مشرف، اتعلموا وورونا ازاي اتعلموا قد ايه من المسابقات. فالطلبه مهما اتعلموا من الكورسات اللي احنا بنديها لهم، التعلم من المسابقات بيتعلموا مهارات كتير جدا. فلو تم وضع منهج لإدارة الموضوع بإن يبقى فيه كورس كل سنة من سنوات العمارة، الكورس ده اسمه كده competitions أو according للهدف من الكورس ده إيه، والمسابقات دي يتم الإعلان عنها في توقيت معين بما يخدم بقى خطة الدولة والحاجات اللي احنا محتاجينها وفي خلال ده بقى حتى لو ما فيش يعني جهة معينة بتؤهل الطلبة، زي ما بيبقى في الكورسات الديزاين ان الطالب بيحاول يبحث عن الحاجات اللي هتؤهله لده. فكرة بقى المسابقة اكسب او مكسبش برضو، ونفس الرد اللي كان دكتور احمد بيتكلم فيه، فكرة ان طب المسابقة دي لو انا خلاص انا بعد ما اتخرجت اقدر اوظف الكلام ده ازاي، انه فكرة المنهجية اللي تم وضعها علشان امشي في المسابقة دي هي وتوثيق المسابقة ده ممكن يبقى بحث.
احد الابحاث واشتغلنا يعني تم عرض ابحاث علينا كان موضوعها كده. ففكره ازاي يتم الاستفاده من المسابقه في استفاده كبيره جدا. فكره ازاي يبقى الموضوع محطوط له منهجيه سواء اداره الموضوع سواء ازاي الجامعه تشجع ده ازاي منهجيه اداره الموضوع اللجان نفسها يتم وضعها ازاي. اعتقد ده كله محتاج يتاخد في الاعتبار عشان موضوع المسابقات يتم الاستفاده منه على اكمل وجه. بشكر حضرتك يا دكتور احمد وبشكر جميع الحضور. اشكرك يا دكتور زينب، ويعني من باب الجماله والصداقه يعني ومعرفتي بحضرتك انت من صناع القرارات، يعني دلوقتي حضرتك من صناع اللوائح والمشاركين في اعداد لوائح لاكثر من قسم عماره تحت اداره حضرتك ما بين دراسات عليا. هو انا مش عايزه يعني مش عايزه اقول التجربه يا دكتور احمد ان في بنها للاسف احنا لما بدانا يعني انا كنت بصراحه يعني ويمكن حضرتك كنت عارف ومعاصر لهذا الموضوع وانا بشتغل في ده دكتور على علمي ان في لوائح قادمه للدراسات العليا ولوائح قادمه لتطوير الكريدت. ايوه بس يا فندم في الاندر جراد لما جينا نشتغل في اللائحه بتاعه بنها وربنا يديله الصحة دكتور مراد عبد القادر، يعني أنا فاكرة ساعتها كنت كل شوية أكلمه طب يا دكتور ما ينفعش نغير كذا، يعني للأسف لجنة القطاع يعني في حاجات كتير بتقيدنا وإحنا بنحط اللوائح. فأنا شخصيا ده مجرد عرض، يعني أنا شايفة إن من التوصيات المهمة جدا اللي إحنا نازل نقولها إنه تبقى لجنة القطاع الهندسي تبقى في مرونة أكتر في اللوائح، وده لازم يبقى قرار من فوقنا إحنا، يبقى في بنك المسابقات اللي احنا قلنا عليه ده برضو هيبقى قرار ليه علاقه بالجهات المنوطه بهذا، انه كل المشاريع بدل ما احنا بالعكس ده احنا حتى هنشغل فيها الطلبه ويعني هيبقى الصرف على المشاريع دي اقل. يعني طبعا هو المشروع اللي هيطلع من الطالب مش هقدر انفذه مش هيبقى بنفس الدقة اللي أقدر أنفذه بيها على هذا المستوى، بس هيبقى أنجز جزء من الموضوع ونقدر نكمل عليه، وزي ما حضرتك عارف ده موجود في بلاد كتير جدا حوالين العالم يعني. تمام أشكرك يا دكتور. وهناخد يعني في سؤال على الشات وبعدين المهندس عادل توفيق، وهناخد سؤالين لأن احنا إن شاء الله هنختم الساعة 11 بتوقيت القاهرة وهننتقل يعني هناخد سؤالين غير باشمهندس عادل، وان شاء الله الاسبوع القادم هنكمل سيشن الندوه الجديده بنفس الموضوع والاساتذه الحضور المتحدثين هيبقوا موجودين بالاضافه لمتحدثين اخرين. تمام عشان برضو نمانج التايم. الدكتوره شيماء عاشور بتسال بتقول هل يا جماعه تم طرح ثانيه واحده اطلع السؤال بالنص عشان هل تم طرح مسابقات تضمن حلول لمشاكل البناء السكنية في مصر من الناحية البيئية والزيادة السكانية؟ أنا أظن أن وزارة الإسكان طرحت زمان كذا مسابقة وبس بتطرحها مش على مستوى الجامعات، بتطرحها على مستوى المكاتب وفي مشروعات كتير بتطرح، ولكن الفكرة أن هي تنتقل الموضوع للبحث العلمي. وزي ما أستاذتنا دكتور زينب قالت إحنا أنا كنت عايش في الصين، الدولة كلها كل أفكارها كل اللي هي عايزاه بتنزله للجامعات والجامعات بتترجمه يا إما مسابقات يا إما بتترجمه لأبحاث ماجستير ودكتوراه، وبحيث إن الطاقة المعطلة في الشباب والمشروعات بدل ما نحطها بعد كده نيجي إحنا في كل سنة في بداية السنة نجيب العمال في المكاتب بتاعتنا في أقسام العمارة يشيلوا لوحات الطلبة ويركنوها وكده، لا الدولة بتستفيد بهذه الطاقة المعطلة، وده جزء من نهضة الصين. المهندس عادل توفيق وبعده دكتور إسماعيل دكتور إسماعيل. تمام اتفضل باشمهندس عادل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اتفضل الو المهندس احمد هيتكلم الاول. الدكتور احمد لا اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اولا بنشكر الدكتور احمد على هذه المحاضره وعلى هذه الكوكبه، بنشكر الكوكبه من الساده الافاضل المعماريين، وكمان بحيي المهندس الدكتور احمد على التيم من الشباب اللي كونه
والفيديو الرائع قوي اللي هو كان في قدمه في بداية المحاضرة في دقيقتين. وبصراحة أنا لاحظت في الحلول المقترحة في الشرائح اللي هم عرضوها حلول فعلا الدولة أخذت بيها. يعني الدولة في مجال التعليم ومجال الإسكان ومجال المية ومية الشرب، أنا لاحظت من مجرد الشرائح اللي هم عرضوها كان لهم رؤية، والحمد لله متوافقة مع رؤية مصر 2052. يمكن أنا حطيت لحضراتكم على الشات رابط لملف فيديو، ملف بي دي اف كبير بيعرض رؤية مصر 2052 اللي كانت وزارة التخطيط، هيئة التخطيط العمراني اشتغلت فيه من سنة 2009 وخلص 2012. يعني كانوا بادئين فيه من قبل الثورة وخلص 2012 بداية 2013. وفعلا اللي مصر ماشي عليه دلوقتي هو نفس المخطط ده تيبيكال بالحرف يعني. ويمكن كانت بداياته برضو موضوع مسابقات، يمكن يعني برضو نفس فكر الدكتور أحمد اللي بنشكره عليه، ده فكر سابق العصر والحمد لله، ان فكرة المسابقات بيتولد عندها رؤى بتمشي عليها الدول لعشرات السنين من زي ما شو. وانا بقترح على حضراتكم ياريت نعمل سيشن يعني او مؤتمر يوم كامل على رؤية مصر 2052 وما تم تنفيذه منها من مشروعات، واللي انا كنت شرفت بيها انا يعني اسف ان انا معرفتش نفسي في البداية، مهندس عادل توفيق رئيس قطاع ومساعد عضو مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب. الحمد لله شرفت بالاشتراك في تنفيذ مشروعات قومية كبرى كانت ضمن خطة مصر أو رؤية مصر في 2052، ولمست هذه المشروعات عن قرب. يعني يمكن حضرت تطوير العشوائيات، حضرت مشروعات تحليل مياه البحر، حضرت جزء من انفاق قناة السويس وتنمية منطقة شرق التفريعة ومحور قناة السويس، حضرت جزء من محاور الطرق والكباري. فالحمد لله يعني لمسنا هذه المشروعات عن قرب، ومن الممكن يعني ان احنا نشارك نوضح بعض هذه المشروعات للناس اللي في ناس كتير مش عارفة يعني ما عندهاش الخلفية او معلومة ما هو الجهد اللي بذل عشان المشروعات دي تطلع على سطح الارض، وما هي التحديات اللي احنا تغلبنا عليها عشان المشروعات دي تتنفذ. فمعلش ده كان تعليق وطلب ان احنا نخصص سيشن عن رؤية مصر 2052 وكيف ان هي استهدفت تزود المساحة العمرانية اللي البلد عايشة فيها من مئات السنين على 7% من الوادي الى 14%. ازاي ان البلد استهدفت تعمل 14 مدينة ذكية جديدة، ازاي ان البلد عملت يمكن اكتر من 5000 كيلو طرق جديدة، ازاي البلد قدرت تعمل في الفترة الصغيرة دي 707,000 وحدة اسكان اجتماعي وهكذا. يعني كل ده ممكن نتكلم عنه في سيشن مخصوص، ويتحط المشروعات اللي كان فيها تحديات كبيرة جدا وازاي قدر المهندس المصري يتغلب عليها وينفذها باقل ما يمكن من التكاليف. يمكن الناس اللي هي مش متخيلة ان مشروع ممكن يتكلف 2 مليار لو تنفذ بالطريقة العادية، بتفكير خارج الصندوق ممكن تنفذ بربع هذه التكلفة. والمشاريع دي تنفذت بالفعل، وممكن ايه نلقي الضوء عليها لزمايلنا الشباب المهندسين، ويمكن الفيديو ده بيتعرض على كل الناس بعد كده. نفسي ان هو ينشر بحيث كل المهتمين بهذا الموضوع سواء مهندسين او اقتصاديين او محاسبين، اي كل فئات الشعب انها تطلع على هذه المعلومات يعني. وبشكركم على حسن استماعكم واسف على الاطاله. لا نشكرك يا باشمهندس عادل، وان شاء الله نحاول نعمل سيشن بخصوص الموضوع، ونتمنى عندكم الشركه بقى طبعا مسابقات للطلاب. يعني انتوا شركه رائده وكبيره ويعني ايه، وتقدروا تطلعوا في نفس الوقت هتستفيدوا بان انتوا هتاخدوا مهندسين مؤهلين جاهزين في الشركه يعني، تمام للشباب الصغير.
فندم الشركة بتستهدف يا فندم كل سنة تدريب ممنهج رسمي لطلبة كلية الهندسة من جميع الثانويات. جميع الجامعات طبعا معروفة جميع الجامعات والثانويات يعني يمكن أنا يمكن من 34 سنة اتدربت في الشركة دي في أولى مدني وثانية مدني وثالثة مدني والحمد لله بعد التخرج برضو والتعيين في الشركة في دورات تدريبية لكل مهندس في كل التخصصات يعني. وإحنا عندنا معهد مخصص للتدريب. والله ده إحنا عايزين ننتقل بقى لفكر المسابقات بقى. ننتقل للفكر طبعاً. اللي هو المشروعات. إحنا تحت في عمل بروتوكول مع أي جهة حضراتكم تشرفونا ويتعمل موجود اهو ومركز فرو الباز موجود اهو هم اصلا طبعا. احنا اصلا الدكتور محمد يوسف اصلا زميل وصديق وهو كان من احضر يشارك معنا سواء في التحكيم او وقبليها كمان كان المهندس ابراهيم محلب هو اللي دعم لينا في مسابقه الخروج في احنا متكاملين مع الدكتور محمد يوسف اللي هو كان وزير التعليم الفني السابق وله رؤيه طبعا زي ما حضرتك عارفه يعني متطوره وهو ممكن متعاون في هذا المجال. عندي طلبات اسئله كتير اتفضل كتير عندي الدكتور اسماعيل وبعده دكتوره مي وهبه وبعده دكتوره ريهام دسوقي رئيس قسم العماره بني سويف الزميله العزيزه عايزين ننقل الدايلوج دكتور ريهام فنبدأ الأول بدكتور إسماعيل اتفضل حضرتك. السلام عليكم دكتور إسماعيل الدعور أستاذ مساعد بجامعة فلسطين من غزة. أنا سعيد جدا أنه أنا سمعت الميتنج الموجود وكنت حابب أعلق بس على شغلتين. أنه الحاجة الأولى أهم حاجة في اللي عايز يشارك المسابقة أنه يكون صبور ويكون عنده نفس طويل لانه المسابقات مش زي ما حكوا الزملاء الافاضل السابقين انه مش بالدافع الاساسي انك تكون فعليا تربح اول مره او ثاني مره او ثالث مره. الشيء المهم ايضا عمليه التحفيز. يعني انا كمستاذ جامعي في جامعه فلسطين مهم جدا انه نحفز طلابي في السنوات الاخيره المستوى الرابع والخامس كليه الهندسه انه دائما انا احفزهم انه حط في عينك انه انت قصاد عينك انه انت تكسب المسابقه دي أو تكسب المشروع التخرج ده بحيث أنه يكون أفضل مشروع تخرج موجود في على مستوى الكلية على مستوى الجامعات عندنا في فلسطين. طبعاً أنا لي تجربة في جامعة القاهرة. أنا خريج ماجستير ودكتوراه من جامعة القاهرة. كان الدكتور الفاضل الدكتور محمد مهدي دائماً يقول لي أنت لازم تأخذ جائزة لازم تأخذ أفضل جائزة موجودة في العام. والحمد لله بفضل ربنا إنه أخذت أفضل بحث دكتوراه في عام 2016 في جامعة القاهرة. ده من موضوع التحفيز. وبالتالي محتاجين دائماً إنه إحنا نحفز الشباب المهندسين الناس اللي عايزة تتقدم لمسابقات. الموضوع مش موضوع مادي بقدر إنه أنت تستفيد كمتقدم لهذه المسابقة بأجود العلوم. إنك أنت تشوف حاجة جديدة قدامك كحاجة أنت ما تعلمتهاش قبل كده تستفيد منها وتنقل دي الخبرة وتنقل دي المعلومات اللي أنت حصلت عليها من المسابقة للمهندسين اللي أنت ممكن تشوفهم بعد كده أو تعلمهم أو تكون محيط بيهم. فأهم حاجة تكون الدافعية من شخص المتقدم. والحاجة الثانية عملية التحفيز. هدول نقطتين إحنا مهمين جدا أنه يكونوا لأي شخص عايز أنه يتقدم في المسابقات. أشكركم شكر جزيلا أنه أتحتوا لي الفرصة بالتعليق على هذا الأمر وشكرا للأساتذة الكرام اللي أنا سعيد جدا أن سمعتهم من بداية هذا الميتنج وشكرا. أشكرك دكتور إسماعيل ومنورنا وإن شاء الله يعني تنضم لنا في الجلسة اللي بعد كده إن شاء الله الأسبوع القادم. دكتورة مي وهبة. دكتورة مي وهبة. دكتورة مي مقبول. دكتور مي. دكتور مي. طيب هناخد دكتور احمد بشكركم على المجهود. حضرتك ليكي تعليق على موضوع اللوائح. بالنسبه للوائح يعني لجنه القطاع الدنيا مش نظره سوداويه قوي. الناس يعني انا ليا تجربه شخصيه ان انا يعني
ساهمت في ان انا عملت اللائحه في جامعه طنطا بنظام ساعات معتمده. اللائحه دي فيها من المرونه انك من اول سنه في عماره بنعالج من خلالها مشكله الجاب اللي ما بين سوق العمل وما بين التعليم المعماري. لجنه القطاع كانت متفهمه، دكتور مراد عبد القادر كان سبورتيف جدا في اللائحه. حتة بقى ان ما عندناش جودة وان الناس مش عارفة يعني بص الـ الدنيا كانت ماشية كويسة جدا واللايحة اشتغلت من 4 سنين. هما حتة ان انا اطور لوايح الحكومة نفسها بتبقى اصعب من ان انا اعمل لايحة ساعات معتمدة في الجامعات الحكومية. يعني ان انا اعمل لايحة ساعات معتمدة ويعتمدوها بتبقى اسرع من ان انا اطور لايحة اوريدي موجودة عندي. فيعني نتفائل، يعني هم لما الامور مشيت والناس كانت مبسوطه من اللائحه وتوافق عليها وجيزت من لجنه القطاع الهندسي، الواحد تفائل ان يعني الدنيا ممكن يبقى فيه نظره مشرقه شويه لاننا نطور التعليم المعماري بشكل يخلق عندي طالب مبدع. يعني فيعني نتفائل يا جماعه، نتفائل ان شاء الله. ويعني موضوع الكريدت اور ده نقول للدكتوره زينب تلحق تعمل لائحه بتعبنها في الكريدت اور. يعني فكره الدكتوره زينب دي يعني فكره رائعه بصراحه، يعني انا بحييها عليها. والمفروض ان احنا كلنا كل واحد بقى في مكانه او في مجاله او في جامعته يحاول يشتغل عليها بحيث توصل للجهات العليا، بحيث فعلا يتاخد الموضوع ده بجديه، لان المسابقات فعلا بتفرق بشكل كبير جدا في المهارات اللي الطلبه بتكتسبها من خلال دخولهم في اي مسابقه. تمام، وبشكركم. يعني بشكرك دكتور مي وهبه، استاذ مساعد بقسم العماره بجامعه طنطا، دكتوره ريهام دسوقي رئيس قسم العماره بجامعه بني سويف. دكتور ريهام ضيف. ايوه السلام عليكم. ننقل النقاش الحامي اللي شغال على الشات. هو معلش انا في حد ده هو ده هدف الندوه، ان احنا نتبادل ونتشارك، بس عشان مش كل الناس بتتابع الشات فانا قلت النقاش هنا. اتفضلي حضرتك. أهلا بحضرتك. أولا برحب بكل الحضور ودكتور أحمد راشد ودكتور ياسر وجميع الناس، يعني طبعا الأصدقاء والزملاء أرك سبيس والبي أم بي أي أم أريبيا. أنا بس بتكلم على نقطة برضو، هي في مشكلة كبيرة جدا بين التعليم المعماري وبين المسابقات. يعني عاوزين نشوف بس، يعني معظمنا بيحكم مشاريع تخرج، لما نيجي نشوف تحكيم مشروع التخرج هتلاقي ان مشروع التخرج الحاجات اللي بتتقدم فيه اصعب بكتير من اللي بتتقدم في المسابقات. المشكله ان الطالب احنا بنعلمه من سنه اولى ان هو بيشتغل على حاجات هيوج سكيل. يعني في مره كان رئيس قسم كان في جامعه روما كنت بتكلم معاه، فكان بيقول لي ازاي انتوا طالبين مشروع مطار ومستشفى، هو احنا اصلا في سنه ثالثه عماره عندنا اللي احنا بنخلي المجتمع المدني والمؤسسات ان هم بينفذوا شاليه او بيت بيصمموا الطالب. فهي في مشكله كبيره جدا ان لما بيجي سكيل المسابقه الولاد معظمهم لما بييجوا بيشتركوا فيه، طبعا احنا عندنا مشكله طبعا في الدرجات وفي اللائحه التوقيت بتاع اعلان المسابقه، ان الطلبه تتشجع وتشتغل فيه بيبقى عنده تسليم في حاجات ثانيه، فممكن يبقى مجهوده قليل، اهتمام الاستاف نفسه فبالموضوع ده، فدي مشاكل طبعا عندنا فرعيه. بس في مشكله عندي ان المسابقات فعلا بتبقى الطلبات بتاعتها بتبقى مقياسها وسكيلها لتعليم فكر معماري دولي، انما احنا عندنا هنا تعليم الفكر المعماري، يعني لما انا هاجي اطلب من طالب ان هو يعمل مشروع بنفس سكيل المسابقه ويدور على فكره كونسبت بسيط ان هو يشتغل عليه، عندي مشكلة في الحكاية دي. يعني أنا حاسة أن هي مشكلة في تحكيم مشاريع التخرج في الديزاين في كل السنين، أن تقبل الطلاب لحاجة زي كده وبرضو تقبل أعضاء التدريس أو المجتمع لشيء زي ده، فكنت حابة أتناقش مع حضراتكم في الموضوع زي كده. أشكرك يا دكتورة، وهنطرح دي في التساؤلات بتاع السيشن الجاي، تساؤلات حضرتك وتساؤلات الزملاء كلها وهنبني عليها. احنا دلوقتي بالترتيب كده هنخلي يعني كلمه للمهندس عمر سليم مؤسس بيم اريبيا، ثم كلمه نختم بيها من كل واحد من المتحدثين طبعا، ومسك الختام استاذنا دكتور احمد راشد، عشان ايه يبقى كفايه كده الساعه 11 وربع عشان رمضان. فمهندس عمر سليم
اللي احنا كلنا ضيوف عنده النهارده، ونشكره على الاستضافه الرائعه والمجهود الجميل هو وفريقه. اتفضل يا باشمهندس عمر. السلام عليكم ازيك يا دكتور. انا عايز اعمل شكر عايز اشكر دكتور المحاضره جميله جدا، ودكتور احمد راشد اللي دايما اتعلم منه، وحضرتك والدكتوره زينب والمهندس محمد زكي والمهندس ايه والمهندس جريم والدكتور ياسر والناس كلها اللي اتكلمت، ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. هو بس تعليق بسيط، ان في ناس كتيره دخلوا مسابقات فتره طويله جدا زي الدكتور ده حديد، قعد سنين كتيره فازت اول مره بمسابقه وبعد كده قعدت فتره طويله ما تكسبش، وبعد كده بدا اسمها يتعرف في السوق. ف ما فيش مشكله ان الواحد يدخل مسابقات. يعني اقدم حاجه عجبتني في المحاضره زي ما دكتور احمد راشد قال، وتقريبا كل حضور ركزوا عليها، ان مش مهم الواحد يكسب المسابقه، المهم ان الواحد يتعاون مع الفريق والواحد يشارك بالمعلومات اللي عنده، وان هو يستفاد بالخبرات وتبادل المعلومات مع الناس. ومن الحاجات الجميله جدا اللي هو الهرم الاخضر او الجرين بيراميدز، لما قريته لقيت في حاجه موجوده مش موجوده في اي كود استدامه على مستوى العالم كله، يعني حتى الليد والبريم وحينها في قطر مثلا الجيساس، في ان هو بيدي نقطتين لو حد استخدم بيم، 3 نقط لو استخدم البيم مع الاستدامه، 4 نقط لو استخدم البيم مع الاسيت مانجمنت. فدي نقطه حلوه قوي وتشجيعيه، يعني لما قريت الكود مش متاخد كوبي بيست زي بعض الاكواد بتاخد كوبي بيست من الكود البريطاني او الامريكي، لا، في شغل وفي جهد وفي فكر موجود، وفي حاجه ممتازه جدا. وانا بس عندي سؤال، لو في مسابقه معماريه هل ممكن نستعين نصمم مثلا نستعين بعلماء نفس او دكاتره متخصصين يساهموا في افضل تصميم موجود، ولا المفروض المعماري نفسه يكون عنده المعلومات الكافيه في المجال علم النفس والحاجات دي؟ شكرا. ارد بس في دقيقة، اتفضل في دقيقة. دايما المسابقة تيم وأطراف، بالذات الهرم الأخضر ده عمرك ما هتبقى معماري فقط. المعماري قد يكون مايسترو لكن لازم يبقى عنده تخصصات، وبالتالي الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية والجوانب كده بيبقى في كثير منها بتحتاج بيبقى ليها المتخصصين بتوعها يشاركوا في شيبينج الفكرة. بس عايز دقيقة تانية في الآخر برضه. انا بس احب انبه ان في نهايه السيشن هننزل الفورم او نزل الفورم دلوقتي، وتاني حاجه هنفتح الكاميرات في اخر لحظه عشان ناخد صوره تذكاريه كلنا مع بعض، فاللي عايز يعد نفسه لفتح الكاميرا ويحب ناخد صوره مع بعض في السيشن ده يشرفنا يعني، وفريق الاعداد بتاع بيم اريبيا هياخد الصوره. بس هندي كلمه دقيقه لكل واحد من ضيوفنا النهارده، ونبدأ بالبشمهندس محمد زكي. اتفضل يا باشمهندس محمد. الحمد لله ان كان في النقاش النهارده كان كويس جدا، واننا عرضنا افكار كتير وبانت اننا عايزين نعمل ايه، يعني رؤيه واضحه اننا عايزين ايه اللي نمشي عليه لمصر يعني، او الرؤيه بتاعتنا. وكنت حابب اضيف لدكتور ريهام موضوع الطلاب والخريجين، يعني احنا السنه عايز احكي تجربه السنه اللي فاتت بتاعتنا، ان شاء الله يبقى فيها لو في يعني دقيقه يعني نعرف نتكلم فيها. اننا عملنا تطوير على منطقه مجرى العيون، فان شاء الله عايزين نبقى نعرض الفكره بتاعتنا فيها يعني. يسعدنا يا باشمهندس محمد. ان شاء الله باشمهندس دارين اتفضلي. عودا حميدا، انا اتمنى ان يكون لا الحمد لله احسن. انا احب اقول بس لكل الطلبه اللي موجودين في الروم، لو في فيها طلبه يا جماعه ما تخافوش، لازم تشاركوا وتجربوا، وما فيهاش حاجه ان احنا نخسر. احنا ياما دخلنا مسابقات، مش كل المسابقات دخلناها وكسبناها، لازم الواحد يجرب ويتعلم يعني تجربوا التجربه بتاعه المسابقه دي حاجه مختلفه تماما عن حتى الجروب ورك بتاع الكليه. يعني لازم الكل يا جماعة بجد يجرب ويخش ويشارك، ومحدش يخاف من المشاركة. وشكرا طبعا لكل الدكاترة وكل الأساتذة الموجودين، بجد اتبسطت جدا باللقاء، يعني مرسي جدا لكل بجد. باشمهندسة آل نيجي اتفضلي يا فندم.
طبعا انا حابة اشكر جدا جدا يعني الحقيقة استفدت جدا جدا النهاردة بالكلام الجميل اللي اتقال من كل الناس معانا. وطبعا عايزة اشكر دكتور يزن جدا برضو. والحقيقة بس عايزة اكد على زي ما دارين قالت كده ان فكرة المسابقات ودخول المسابقات ممكن في الاول الواحد بيبقى خايف منها شوية وحاسس ان هو لا مش قدها، بس هي فعلا يعني احنا يمكن احنا الثلاثة والجروب اللي كان معانا كلهم اكيد احنا واحنا طلبه قبل ما نخش مسابقات كنا مختلفين تماما، كنا طبعا بنحاول ودايما دايما بنسعى ان احنا نتعلم اكتر وبنشوف حاجات حتى مش في الكليه بعد كده لما دخلنا مسابقات لا اكيد اتغير يعني بقينا احسن من قبليه على طول. يعني الترم اللي دخلنا فيه مسابقات الترم اللي بعده بقينا مختلفين تماما، البرزنتيشن سكيلز بتاعتنا كل حاجه بتاعتنا بقت مختلفه. لما بعد كده دخلنا مسابقات اكتر كل مره بنكسب خبره، شخصياتنا بتبقى مختلفه، تناولنا للمسابقات بعد كده بيبقى مختلف، اكسبيرينس بتاعتنا مختلفه. ويمكن ده حتى كمان دكاترتنا نفسهم قالوا لنا عليه، يعني هم نفسهم اللي بداوا يعلقوا ان مستوانا بيتغير كل مره للاحسن الحمد لله. لما بدانا بعد كده نشتغل او نبدا نتعامل مع ناس بره احنا حسينا بالفرق. يعني يمكن انا ودارين كنا بنتكلم لما رحنا جامعه تانية وتعاملنا وشفنا، لا احنا حسينا الحمد لله المسابقات دي ادت لنا خبره حلوه جدا، حتى لو ما كسبناش مسابقات كتيره بس الخبره حلوه جدا، بتختلف تماما من شخصيتك قبل ما تخش حاجه زي كده. لان زي ما كنا بنقول يعني احنا اغلب الابلكيشنز او الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، ويمكن زكي كمان اكتر واحد يقول لنا معلومه زي كده، الحاجات دي كلها احنا ما اتعلمناهاش عشان في الكليه كنا محتاجينها او علشان احنا كنا عايزين نتعلمها، احنا اتعلمناها عشان دخلنا مسابقه ولقينا ان احنا محتاجين نكون عارفين التول دي ومحتاجين ان احنا نعمل برزنتيشن، شفنا صور شفنا مسابقات ثانيه فحسينا ان هو دول بيعملوا حاجه بطريقه معينه، هي دي بتتعمل ازاي، فنبدا ندعبس ونشوف ونتعلم. فلو السلف ستادي ده نفسه ما جاش غير لما دخلنا مسابقات، لان احنا بدانا نشوف شغل ناس حلو قوي فبقينا عايزين نعرف ده بيتعمل ازاي. فاكيد الشخصيه بتتغير جدا، الاكسبيرينس بتاعتك بتتغير جدا، انت بتحس في وسط الناس وهتحس بالاختلاف ده، هتلاقي دكاترتك نفسهم بيقولوا لك ان انت مستواك اتغير، اسلوبك بقى احسن. اكيد احنا دلوقتي مش يعني مش عباقره ولا حاجه، لسه بنتعلم، بس اكيد احنا حاليا غير لما كنا لسه قبل ما نخش مسابقات. وطبعا جزء مهم جدا ان انت تبقى تو ذا بوينت وعارف انت بتعمل ايه، وزي ما دكاترتنا كلهم قالوا المسابقه ان انت مش داخل تعرض كل حاجه وصور كتير، على قد ما انت داخل تعرف الهدف من المسابقه ايه، مطلوب ايه، خليك تو ذا بوينت واعمل الحاجه المطلوبه بس اعملها صح، يعني هي دي اهم حاجه. وانا بشكركم كلكم جدا جدا، استفدت قوي النهارده الحمد لله من كل حد. اشكرك يا باشمهندسة آية، وانت خير ممثل لينا في المانيا، يعني نتمنى شباب مصر كله يبقى في انتاجك ومجهودك واجتهادك. زي ما قلت كلمه استاذنا دكتور احمد راشد، وبعد اذن حضراتكم نبداوا افتحوا الكاميرات، لان بعد ما خلص دكتور احمد راشد هناخد الصوره الجماعيه ونختم كده ويبقى مسك الختام دكتور احمد. اتفضل يا استاذ. طيب انا بس عايز شير سكرين صورتين، ادي الصوره الاولانيه لو بصيتوا هتلاقوا فيه شباب كانوا في الخروج، الشباب اللي انتوا شايفينهم دول كانوا في اعدادي، اولى اعدادي تاني اعدادي، وكانوا من المشاركين ويمكن كانوا اقصى او اهم حاجه في مسابقه الخروج دي، واحده منهم دي الصوره النهارده. الشباب هم دول اللي انتوا شايفينهم دلوقتي، كانوا واخدين في 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 الابتكار السادس الجائزه من جوائز التفوق اللي فيها. انا عايز اقول ان المسابقات عايزه مرحله قد تكون قبل مرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، مرحلة الجامعة، انها تكون في مراحل قبل كده بكتير، انها تتربى وتبقى في الثقافة العامة اللي موجودة عندنا كلنا، وهو ده اللي ممكن يبقى جزء عايزين نحط. يعني احنا النهاردة اتكلمنا ان هو هل هيجي فجأة في الطالب في سنة أولى وتانية؟ طب احنا نتكلم انها تبقى في اللائحة؟ لا، دي عايزة البري سكول، حتى الأطفال الصغيرين دلوقتي في الحضانة بيخلوا أفكارهم تيجي مسابقات، في المدارس أفكار مسابقات، فلما يجوا في الجامعة يبقى فكر مسابقات. فعشان كده اللي أنا عايز أقوله إيه، هي بتبقى البروسس نوت البرودكت، بس بتبقى way of life، وهو ده اللي في الآخر بيخليها لها مردود. لكن لو هي صدفة قدرية زي ما بدأت صدفة قدرية بتنتهي صدفة قدرية، هي دي بس الفكرة اللي الواحد كان عايز أقولها في الآخر وكان يهمني تشوفه. الشباب دول دلوقتي في هندسه حلوان، ولما كانوا بادين فادي وعمر دول
كل سنه بيدخلوا بفكره جديده برؤيه جديده. كانوا في الاي تريبل اي ايام المدارس، والنهارده بقوا بيدخلوا حتى مسابقات في العالم، بقى بالثقه في الموضوع، وكل مره بيبقى عندهم فكره جديده. ما هماش معماريين ولكن عندهم فكر العمران وفكر الارتقاء والبحث العلمي. واشكركم جميعا على صبركم عليا وعلى الصبر للاخر، وان شاء الله نحضر الصوره الجماعيه الجميله دي ونكتمل دايما ان شاء الله في خطوات قادمه. شكرا جزيلا. انا احب اقول حضراتكم ان اللينك بتاع ارك سبيس وبيم اريبيا هينزل على الشات، ادخلوا على الصفحه وتابعونا، وعشان نرتب الميتنج الجاي وهنتلقى استفساراتكم واسئلتكم. الفيديو اتسجل وهينزل على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب، وكان شغال لايف على القناه بتاعت بيم، على القناه بتاعت بيم اريبيا وعلى ارك سبيس، وهينزل ال ريجستريشن فورم عشان المجموعه بس اللي حضرت، اللي هم ال 80 اللي حضروا دلوقتي قدامي، هم اللي هيتعمل لهم ريجستريشن فورم، هم اللي هياخدوا الشهادات، هم اللي حضروا الندوه كامله. تمام. زملائي الاعزاء كلهم نشكركم، واساتذتنا الافاضل نشكركم، ونتمنى السيشن الاسبوع الجاي حضراتكم كلكم تبقوا منوريننا. انا يعني سعيد جدا بالنقاش، وخلال الاسبوع ده او هنتلقى اقتراحاتكم عشان الموضوع نكمله ان شاء الله، واعدادات بقيه المواضيع. وكل سنه وانتم طيبين. بتوع بيم اريبيا بقى هتاخدوا لنا اللقطه الجميله دي، تاخدوها لنا سكرين شوت كده. طبعا انا شايف وجوه مبتسمه، ودي اسعد حاجه يعني. شايف حتى زملاء زي دكتوره شيماء عاشور، الباشمهندس معاذ، يعني ناس، في ناس ما شفتهمش بقالي سنين يعني، ودي حاجه بتسعدني طبعا، بالاضافه لزمايلنا واساتذتنا يعني. خدنا سكرين شوت يا شباب. طب ازاي الاربع صفحات هيتاخدوا؟ نعم يا فندم. يعني هو في اربع صفحات، هو اربع صفحات يعني، دي مجموعه بس في صفحه يعني. انا مظبط الناس تطلع كلها ان شاء الله، كلهم هيطلعوا صفحه. خطوه هتتجمع دكتور احمد مدلع. صفحه واحده كلهم هيطلعوا صفحه ان شاء الله. شباب عفاريت كمبيوتر يعني. ماشي. تمام؟ احنا لا، احنا لسه بنتعلم انا وحضرتك، بقى بقينا اولد فاشل ومش عايز اكبر الباقيين. انا اولد اولد يعني. كلنا عيد. ربنا يديك الصحه والعافيه. كلنا يا دكتور احمد. كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى ان نكون استفدنا كلنا، وفي انتظاركم الاسبوع القادم. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خيرا. مع السلامه. مع السلامه. عليكم السلام. عنكم الحمد لله.